الجزء ده احنا مفروض دلوقتي هنبدا بقى في الفريكوينسي ريسبونس. ايه معنى الفريكوينسي ريسبونس او ايه القصه دي؟ يعني المفروض ان احنا بيبقى عندنا الدي انبوت بتخش على امبليفاير. الامبليفاير ده ليه جين اسمه اتش اوف اس، ماشي؟ ايه الاتش اوف اس دي؟ هنشوف دلوقتي. هو المفروض زمان ان البي اوتبوت على الدي انبوت في الطبيعي ان انت كنت بتقول ان الاتش اوف اس هتبقى رقم كونستنت 100 200 300، ده في حاله انك كنت بتتعامل مع كاباستور ايه؟ شورت سيركت. طيب المره دي بقى او في جزء الفريكوانسي ريسبونس لا، هنخش نتعامل مع الكاباستور نفسه بقيمه معينه، يعني الكاباستور هيبقى ليه وجود، حلو؟ فده هيأثر في شكل الجين. يعني ايه هيأثر في شكل الجين؟ بص، الكاباستور عامه ازاي بنتعامل معاه؟ المفروض الكاباستور احنا عندنا ثلاثه دومين، في حاجه اسمها التايم دومين، في حاجه اسمها الاس دومين، وفي حاجه اسمها الفريكوانسي دومين، تمام؟ طيب التايم دومين لو انا عندي كاباستور كده بتعامل معاه ازاي؟ ما تعالى نشوف كده هنتعامل ازاي في الثلاثه دومينز دول. التايم دومين لو انا عندي كاباستور وده الكرنت اللي فيه وده الفولت اللي عليه، فالفولت هيساوي 1 على سي التكامل بتاع الاي دي تي، ده الفولت في حاله التايم دومين، خلاص كده؟ طب لو في الاس دومين، في الاس دومين بيقول لك انا اي تكامل اقدر احوله الى ايه؟ 1 على اس، واي تفاضل اس بس، ماشي؟ فعشان كده هنا هنسمي الفولتج هيساوي 1 على سي اس في الاي، خلاص كده؟ يبقى انا ممكن اشيل الكاباستور، ركز بس معايا، ممكن اشيل الكاباستور في الاس دومين احط مكانه مين؟ 1 على سي اس، وفي النهايه بالنسبه لي هيبقى الكاباستور ده ايه؟ مقاومه. يعني ايه مقاومه؟ يعني الفولتج اللي على الكاباستور هيساوي الاي في المقاومه دي اللي هي 1 على سي اس، يعني هتنسى بقى التفاضل والتكامل، لا هتتعامل مع الكاباستور كمقاومه، خلاص كده؟ طيب ده في الاس دومين. في الفريكوانسي دومين هنشيل الاس نحط مكانها مين؟ جي اوميجا، حلو؟ فالكاباستور هيبقى اسمه 1 على جي اوميجا سي، ماشي؟ وده اللي انت كنت بتتعامل بيه في السيركتس، اللي هو بتقول ان الكاباستور بنشيله ونحط مكانه 1 على جي اوميجا سي، خلاص كده؟ طيب يبقى احنا هنتفق مع بعض بقى ان اي اس انا هنتعامل معاها عشان احط مكانها مين؟ جي اوميجا، خلاص كده؟ طيب ايه السبب اللي خلى الجيم بتاعك يبقى فيه اس؟ ما هو كان زمان كونستنت كل المقاومات وخلاص على كده، هيظهر بقى كاباستنس، يعني هيبقى فيه في الامبليفايرز المره دي، يعني في الفتره اللي جايه بقى هتتعامل مع الامبليفايرز كايه؟ ككاباستنس، مش هتتعامل مع الكاباستنس بس كشورت سيركت، لا هنخش نحسب الكاباستنس ونشوف هتبقى عامله ازاي، وبالتالي الجين هيبقى داله في مين؟ في الاس، خلاص كده؟ وبالتبعيه بقى طالما داله في اس هيبقى داله في مين بعد كده؟ في الاوميجا، خلاص كده؟ طيب يبقى بص، يبقى احنا هنتفق انه عشان احول دايما اي اس هتقابلني في الشابتر ده هخليها ايه؟ جي او، خلاص؟ طيب ده ليه؟ عشان المعلومات دي، يعني المعلومات دي بس للفهم وخلاص مش اكتر، يعني تعرف بس انه هتشيل الاس تحط مكانها جي او، خلاص كده؟ ده بسبب الكاباستنس، كل ده يبقى بسبب الكاباستنس. طيب تعالى نشوف بقى لو انا عندي اكزامبل زي كده ان الاتش اوف اس ده الجين ايكوال الكلام ده، دي داله في الاس. طيب عايزين نحسب للداله دي، نجيب الاتش اوف جي اوميجا ونجيب لها الماجنتيود والزاويه. ليه الماجنتيود والزاويه؟ لان المعادله دي هتبقى معادله ايماجنري. ازاي؟ هيبقى 1 زائد جي اوميجا على 3، مش ده كده معادله ليها ماجنتيود وزاويه؟ يعني 1 زائد جي 5، مش ده ليه ماجنتيود وزاويه، صح؟ فاحنا عايزين نحسب الماجنتيود والزاويه بتاعت المعادله دي. فاول حاجه الاتش اوف جي اوميجا هتساوي جي اوميجا في 1 زائد جي اوميجا على 3 على 1 زائد جي اوميجا على 6 و1 زائد جي اوميجا على 10، تمام؟ ده كده الاتش اوف جي اوميجا. تعال نحسب لها الماجنتيود، ماجنتيود الاتش اوف جي اوميجا والزاويه. الماجنتيود بكام؟ طبعا ده كله مقدمه عشان الناس تبقى فاهمه، ده مقدمه مش اكتر، يعني مش هو ده اللي انت هتعمله فعلا، انت هترسم يعني الفريكونسي ريسبونس ده رسم يعني. طيب بص، احنا عندنا الجي اوميجا، عندنا جي الجزء اللي عايزين نجيب له الماجنتيود والزاويه. تعال نشوف بقى هنجيبه ازاي. شوف بعد كده قواعد الرسم بقى والحاجات دي. طيب بص، الاتش اوف جي اوميجا كماجنتيود هتفرق. الجي اوميجا الماجنتيود بتاعها كام؟ هي الاوميجا. لو انا عندي جي 5 فالماجنتيود بتاعها 5. 1 زائد جي حاجه. الماجنتيود بتاع الكومبلكس نمبر بيبقى الروت بتاع الايماجنري سكوير زائد الريل سكوير، صح كده؟ فده هيبقى روت 1 زائد اوميجا على 3 كل ايه؟ تسكن على
اللي تحت نفس الكلام ده روت وده روت كان مكتوب فيه ده ريل وايمج. فده هيبقى 1 زائد اوميجا على 6 لكل تربيع، وده 1 زائد اوميجا على 10 لكل تربيع. ده الماجنيتيود بتاع الداله. خلاص هي المشكله دي تمام. الزاويه بقى زاويه الاتش، زاويه الاتش هتساوي اول حاجه هتطلع للمعادله اللي قدامك زاويه الجي اوميجا اللي هي جايه من الاس. جي هيكون 90 صح كده، يبقى دي بوزيتيف 90 ماشي. طيب زاويه الترمينال 1 زائد جي اوميجا على حاجه ده بيبقى زاويتها تان انفرس. دايما زاويه 5 زائد جي 6 مثلا دي تان انفرس الايماجينري على الريل، بيعرفها كده على طول. يبقى لو انا عندي رقم ريل زائد ايماجينري يعني عندي مثلا 3 زائد جي 4 فالزاويه الفيز هتساوي تان انفرس 4 ايماجينري على الريل. خلاص كده يبقى هنا هتبقى زائد 90 دي خلاص خلصنا منها. هيبقى بعد كده البراكت ده زائد تان انفرس اوميجا على 3 لان ده الايماجينري والريل بواحد. بعد كده هنا ناقص ناقص لان دول تحت، اللي تحت بيبقوا نيجاتيف تان انفرس الايماجينري على الريل اللي هي اوميجا على 6 ناقص تان انفرس برضه اوميجا على 10. يبقى دي معادله الزاويه. خلاص كده؟ فيها مشكله دي؟ طيب بص لقينا انه معادله الماجنتيود بتاع الجين او زاويه الجين بتتناسب او ليها علاقه مباشره مع الاوميجا صح كده؟ يعني لو انا حطيت التردد بخمسه يبقى ايه؟ الماجنتيود بتاع الجين هيتغير، ب 10 هيتغير، 20 هيتغير، ونفس الكلام زاويه الجين. خلاص كده؟ طب هو يعني ايه الكلام ده هيأثر في ايه فعليا بقى؟ بص هيأثر ان انا لو عندي ده كده بي انبوت داخل على امبليفاير الجيم بتاع اتش اوف اس ماشي؟ وده بي اوت. بص الفي انبوت دي المفروض ان هي بتبقى ايه؟ يعني اي سي ولا دي سي؟ اي سي. اي سي صح كده؟ فبالتالي لو افترضنا ان هي اي سي مثلا داله الانبوت بالمنظر ده الاوميجا بتاعتها ب 100 وده 10 خلاص كده تمام. فانا جيت عوض عن الاوميجا كده الاوميجا بتاعت الانبوت بكام حاليا؟ ب 100 صح؟ يبقى تروح تعوض في معادله الماجنتيود عن الاوميجا ب 100 ومعادله الزاويه عن الاوميجا ب 100 صح ولا لا؟ هيطلع ان ماجنتيود الجين في الحاله دي ماجنتيود الاتش ات 100 ايكوال مثلا 3 خلاص كده؟ وزاويه الجين عند التردد ده هتساوي مثلا لو عوضنا فيها هتساوي مثلا 30 درجه. حلو؟ ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان الاوتبوت الاوتبوت بيحصل له ايه؟ بيحصل له حاجتين، بيتضرب في جين وبيتشف صح كده؟ فالاوتبوت لو جيت ترسمه هيبقى ماجنتيود الجين بكام؟ 3 يعني الاوتبوت بتاعك هيبقى الجين بتاعه 30 صح كده؟ طب الشيفت ده 30 درجه يعني هيبقى في فيس شيفت بكام؟ ب 30 درجه. فالاوتبوت لما تيجي ترسمه هيبقى حاجه كده، هيبقى حاجه بالمنظر اللي هو البيك ده ب 30 ب 30 وبلاش شفت ال 30 خليه مثلا ب 50 خليه ب 50 مثلا فهيحصل ايه؟ فهيحصل الشيفت ده هيبقى 50 درجه. يبقى اذا عند التردد ده حصل ان الجيل اتضرب في 3 وحصل ان الزاويه اتشفتت بايه؟ الاوتبوت اتشفت ب 50 درجه. ده معنى الكيس شيفت. طب لو الانبوت اتغير الفريكونسي بتاعته يعني الانبوت بقى حاجه بالمنظر ده كده الاوميجا مثلا ب 10 باور 4 مثلا خلاص كده؟ معنى كده ايه؟ ان ماجنتيود الجين والزاويه هيتغيروا ولا لا؟ هيتغيروا. ليه هيتغيروا؟ لان الماجنتيود بتاع الجين والزاويه فانكشن في مين يا جماعه؟ في الاوميجا صح كده؟ فبالتالي في الحاله دي مثلا هتحسب الماجنتيود بتاع الاتش اوف 10 باور 4 طلع مثلا ب 6 والزاويه بتاعت الاتش عند الاوميجا 10 باور 4 طلعت مثلا ب 40 مثلا. فمعنى كده ان الاوتبوت في الحاله دي هيكون ايه؟ هيكون الجيم اتضرب في 6 فلو انا قلت مثلا ان دي 10 حلو ده الانبوت فالاوتبوت هيتضرب في 6 يعني هيبقى كام؟ 60 والشيفت هيبقى بكام؟ ب 40 درجه. فهتلاقي الاوتبوت حاجه بالمنظر ده تمام. دي هتبقى 60 ودي ب 40 فاهمين الفكره معناها ايه؟ واضح؟ يبقى ده كده خلاصه الكلام يعني ايه اصلا فريكونسي ريسبونس؟ يعني الجين ده هيأثر في الماجنتيود والزاويه خلاص كده؟ هيأثر في الماجنتيود والزاويه. فهمت الفكره الرئيسيه معناها ايه اصلا القصه دي ماشيه ازاي ولا لا؟ ده الفهم بس عشان تفهم انت هتعمل ايه؟ لكن ازاي بقى الحل والحاجات دي هنشوف ماشي؟ الناس فاهمه الكلام ده؟ تمام؟ طيب يبقى ده كده معنى او مفهوم يعني ايه فريكونسي ريسبونس؟ ان انا عندي سواء الجين كماجنتيود او زاويه ليه علاقه بمين؟ بالتردد.
خلاص. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نتعلم حاجه اسمها البوت دايجرام. هو البوت بلوت، البوت دايجرام او البوت بلوت ده، ده هيبقى عامل ازاي بقى؟ بص نزلها زي اول صوره نزلها زي التكله دي. دلوقتي بما ان انت بتقول لي، ركز بقى معايا، بما ان انت بتقول لي انه الجين ده هيبقى داله في الاوميجا، فاحنا عايزين نرسم الجين، عايزين نرسم الجين على كيرف، بحيث ان احنا من خلال الكيرف ده نطلع الماجنتيود بتاع الجين بكام وزاويه الجين بكام. خلاص كده؟ طيب ماجنتيود الجين بكام والزاويه بكام اجينست الايه؟ الاوميجا. نرسم الكيرف ده. فانت لو جيت ترسمه كده بشكل مباشر هتلاقي العلاقه ما بين الاتش والاوميجا صعب ان هي تترسم على كيرف عادي، يعني هيبقى كيرف معقد. فاحنا لازم نكتشف طريقه نمثل بيها الجين بشكل ايه؟ سهل عشان يطلع خطوط مستقيمه. خلاص كده؟ فالطريقه دي اتفقنا عليها ايه بقى؟ ان انا هرسم حاجه اسمها الاتش ديسيبل اجينست لوج الاوميجا مش اجينست الاوميجا. ده ليه بقى؟ بص ايه قانون الاتش ديسيبل ده؟ عباره عن 20 لوج الجين الفعلي، 20 لوج ماجنتيود الاتش. خلاص كده؟ طب ليه بترسمه لي اجينست لوج الاوميجا؟ لان انا الديسيبل زي ما انت شايف في 20 لوج حاجه، صح كده؟ فالاسهل بالنسبه لك ان انت ترسمه على حاجه اسمها اللوج سكيل، ماشي؟ هنشوف طبعا الكلام ده في الاخر هيطلع خطوط مستقيمه. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه اصلا اللوج سكيل؟ بص المفروض انه لو عايز ارسم الاشكال دي على اللوج سكيل، يعني ايه كلمه لوج سكيل بقى؟ بص اولا لو انا قلت لك لوج واحد بكام؟ لوج واحد بكام؟ بزيرو. لوج 10 بواحد، لوج 100 باثنين. فبالتالي بيقول لك ايه؟ لو انا حطيت هنا الاوميجا ايكوال واحد، فهنا الاوميجا ايكوال 10، هنا الاوميجا ايكوال 100. المسافات، بص المسافات ما بين الواحد وال10 هي ما بين ال10 وال100، هي ما بين ال100 وال1000. ده ليه بقى؟ لان لوج واحد بكام؟ بزيرو، صح كده؟ لوج 10 بواحد، 2 3 4 وهكذا. فالمسافات دي هتبقى ايه؟ متساويه. لكن لو احنا كنا شغالين على سكيل عادي اللي هو اوميجا بس، هل المسافه ما بين الواحد وال10 هتساوي المسافه ما بين ال10 وال100 وال100 وال1000؟ لا، صح كده؟ فالمسافات دي بتتساوى لان احنا بنرسم على سكيل جديد اسمه لوج الايه؟ لوج الاوميجا. حلو؟ بيسموا المسافه دي بقى ديكيد، اللي هي ما بين الواحد وال10 او ال10 وال100 او ال100 وال1000، المسافات دي اسمها ديكيد. خلاص كده؟ طيب قبل الواحد هنا الاوميجا هتبقى اسمها ايه؟ 0.1، صح كده؟ ماشي؟ طب فين الاوميجا بزيرو؟ عشان بس الناس تقعد دايما تسال فين الاوميجا بزيرو؟ الاوميجا بزيرو عند نيجاتيف انفينيتي. ده ليه؟ لان لوج زيرو نيجاتيف ما لا نهايه. خلاص كده؟ فمفيش لوج زيرو، هتبقى 0.1 اللي قبلها ايه؟ 0.01 وهكذا لحد ما يوصل للصفر عند الايه؟ النيجاتيف انفينيتي. فاللي في النص دي ما هياش الاوميجا بزيرو، اللي في النص دي الاوميجا بكام؟ بواحد. خلاص كده؟ طب ليه رسمها في النص؟ ليه رسمها عند الاوريجن؟ لان انا راسم لوج الواحد، راسم لوج الايه؟ الاوميجا. خلاص؟ فيها مشكله كده فكره يعني ايه دي كيف والكلام ده؟ ماشي؟ طيب بص احنا دلوقتي هنقعد نتعلم بقى شويه اشكال كده، يلا شويه اشكال سهله الاول وبعد كده نجمعهم في مساله واحده. ايه الاشكال يعني؟ يعني ممكن الاتش اوف اس دي تبقى اس بس، صح؟ ممكن تبقى اس سكوير، ممكن تبقى واحد على اس، ممكن تبقى كونستنت اصلا، يعني الاتش اوف اس تبقى 20. هنتعامل مع الحاجات دي ازاي؟ فاحنا هنتعلم دلوقتي ازاي نرسم كل الاشكال. طبعا لما تجي لك في الامتحان مش هتجي لك على كل، يعني مش هتجي لك على شكل واحد من دول، هتجي لك كله مع بعض. خلاص كده؟ فهنتعامل ازاي نرسم اللوج سكيل البوت دايجرام ده، ماشي؟ ماشي. معلش الاتش اوف اوميجا ازاي؟ الاتش اوف اوميجا كماجنتيود، بعد كده رحت جبت الماجنتيود اللي هو هيبقى ماجنتيود كل حاجه لوحدها. الجي اوميجا ماجنتيود ايه؟ اوميجا دي روت واحد سكوير. دي الايماجنري سكوير. والواي اكسس ده اللي هو الاتش ديسيبل اللي هو حاجه ليها علاقه بماجنتيود الجين بس مش هو بالظبط، امال هو عباره عن ايه؟ 20 لوج ماجنتيود الجين، صح كده؟ ده اللي هو الاتش ديسيبل. بترسمه اجينست اللوج الاوميجا، تمام؟ ليه بنعمل كده اصلا يعني؟ عشان تطلع في الاخر الرسومات ستريت لاينز، تمام؟ واللي تحت ده الرسمه الثانيه اللي هي مين؟ رسمه الزاويه او الفيز اجينست لوج الاوميجا، ماشي؟ دي هتبقى سهله، ماشي؟ طيب تعالى نشوف قواعد الرسم بقى. بس قبل بس ما اخش على قواعد الرسم، في تعريفات الاول اسمها البولز والزيزوس،
ماشي؟ نعرف الاول يعني ايه بولز وزيروز، وبعد كده نخش في الرسم بقى اللي هو نرسم الكلام ده ازاي. ماشي؟ طيب في حاجه اسمها بولز وزيروز، نبقى عارفهم بقى كده قبل ما نبدا في الرسومات. عندنا الزيروز اللي هي اصفار النيوميريك، اصفار اللي فوق، البولز اللي هي اصفار النيوميريك، خلاص كده؟ طيب نبدا في الزيروز. اصفار النيوميريتور هتبقى ان الاس تساوي كام؟ صفر او ناقص 3، صح كده؟ فبيقول لك ان انا هنا عندي اثنين زيروز، واحد ان الاس زد بصفر او الاس زد بناقص 3، ماشي؟ الاس حاجه والاوميجا زيرو حاجه، يعني تردد الزيرو ده موضوع تاني، يعني لو قلت لك ان الزيرو عند اي تردد؟ مفيش حاجه اسمها تردد ثابت، خلاص كده؟ يعني هنا الاوميجا زيرو 1 بصفر، اما الاوميجا زيرو 2 ب 3، خلاص كده؟ 3 ريال بير سكند، اللي هي الاوميجا او التردد، مفيش حاجه اسمها تردد بالثابت، خلاص كده؟ طيب بنرسمها ازاي في الاس بلين؟ في حاجه اسمها الاس بلين، بنرسم له البولز والزيرو، ماشي؟ لان هو الدكتور مره جاب المساله اصلا اس بلين، ما جابهاش كده، يعني ما جابهاش بالشكل ده، لا جابها اس بلين، وانت بقى تقعد تكتب الاتش اوف اس، وبعد كده تبقى ترسمها، خلاص كده؟ فبص الاس بلين بترسم الزيرو ازاي؟ الزيرو بنديله الرمز ده، الرمز ده كده، والبولز بنديله الرمز اللي هو الاكس، خلاص كده؟ فهنرسم هنا، يلا يا جماعه يلا. هيبقى عندنا كام زيرو؟ عندنا صفرين، واحد عند الصفر وواحد عند النيجاتيف 3. ادي الصفر وادي النيجاتيف 3. اما البولز عند الناقص 6 والناقص 10. ادي البول عند الناقص 6 والناقص 10. خلاص كده؟ يبقى انا كده رسمت البولز والزيروز في الاس بلين، تمام؟ طبعا ده الايماجنري اكسس وده الريل، خلاص؟ وده البلين اللي اسمه الاس بلين، ماشي؟ ونفس الكلام هنا هيبقى خلاص ده كده المساله اصلا. طيب بص بيسموا الجزء ناحيه الشمال ده ليفت هاند بلين، ماشي؟ جزء ناحيه اليمين بيسميه رايت هاند بلين، تمام؟ طيب باشمهندس هو الاسات دي احنا جبناها منين؟ الايه؟ الاسات تساوي المعادله دي صفر. انت بتساوي مش انت قلت الزيرو اللي هي اصفار النيوميريتور، والبولز اللي هي اصفار النيوميريتور. ايوه ايه اس 2 1 واس 2 2 واس 2 3 فين اس؟ يعني ايه اللي مكتوب؟ الاس زد الاس بتاعت الزيرو رقم 1 والاس بتاعت الزيرو رقم 2. احنا عندك هنا كام زيرو؟ 2 0 وناقص 3. اه صح كده؟ فيبقى الاس 0 1 و2 كده. طب عندي كام بول هنا؟ 2 كام وكام؟ ناقص 6 وناقص 10. صح كده؟ سويت النيوميريتور بصفر والدينوميتور بصفر. ماشي؟ بس طب والاوميجا؟ لا ما هو الاوميجا هي نفس الاس بس المودلس بتاع الموجب بس، مفيش حاجه اسمها اوميجا سالبه، تمام؟ مفيش حاجه اسمها تردد بالسالب، ماشي؟ فيبقى انا عندي اوميجا 0 ب 0، اما الاوميجا 0 ده بكام؟ ب 3، وهنا 6 و10، ماشي؟ خلاص؟ انا هنا برسم مين؟ الاس بلين، يعني انا مهتم بالاسات، صح كده؟ تمام؟ فيها مشكله دي؟ واضح؟ هو ليه مش مهندس ليه الاوميجا هو نفس الاس؟ لان التردد بص مفيش حاجه اسمها تردد بالسالب، فبالتالي لما اقول لك ان الفريكوانسي بتاعت الزيرو دي بكام؟ هتقول ان هي المودل اس بتاعك، ماشي؟ يعني ايه برضو هنرسمها ازاي لسه هنشوف. طب احنا بنعوض هنا مثلا بالسالب 3. اه اصفار النيوميريتور يساوي ده بزيرو يديلك كام؟ ماشي زيرو سالب 3 زيرو ناقص 3 ده الاس. طب بنعوض بالسالب 3 في المعادله دي بتطلع لنا الاوميجا مثلا ولا لا؟ انا ما قلتش يعني ما قلتش الاوميجا بتعوض في المعادله، انا ما اتكلمتش في كده خالص. القصه كلها انا عايز الاس اللي بيحصل عندها زيروز، فهي كام؟ 0 ناقص 3. يبقى الاوميجا اللي بيحصل عندها زيروز دي كام؟ 0 وبوستيف 3، ماشي؟ طب دي هنعمل بيها ايه؟ اه تفرق معايا في ايه؟ لسه هنشوف في الرسم، ماشي؟ دي مجرد تعريفات بس، ان هو الزيرو اقدر اكتبه كاس او كاوميجا، خلاص كده؟ طب ده هيأثر في ايه في الرسم؟ لسه هنشوف، ماشي؟ طيب ده كده الزيروز والبولز، حلو. خلاص بعد ما جبت الاسات، بعد ما جبت الاسات دي بيقول لك ايه بقى؟ نرسمها لي على الاس بلين، فعرفنا الزيرو بنرسمها شكل النقطه دي والبولز بنرسمها بالاكسات، حلو. البلين ناحيه الشمال اسمه ليفت هاند بلين، البلين ناحيه اليمين اسمه رايت هاند بلين، خلاص كده؟ فلو انا غيرت المساله مثلا خليت دي 1 ناقص اس على 3، 1 ناقص اس على 3، ايه اللي ممكن يحصل ساعتها؟ هيبقى في زيرو عند الموجب 3، صح كده؟ الاس زيرو عند الموجب 3، يعني ساعتها هيبقى في صفر هنا عند الموجب 3، صح كده؟ بيسموا الزيرو ده كده رايت هاند بلين زيرو، تمام؟ اما الزيرو ده كده اسمه ايه؟ ليفت هاند بلين زيرو، خلاص كده؟ عشان تفهم يعني ايه رايت هاند بلين وليفت هاند بلين. يبقى الرايت هاند بلين لو في اشاره سالبه هنا كده
فهيبقى في الاس بتاع الزيرو ده ايكوال كام؟ بوزيتيف 3. فانت لو جيت ترسمه هترسمه ناحيه البوزيتيف 3 اللي هي ناحيه اليمين، فده كده ساعتها هيبقى اسمه رايت هاند تنزل. خلاص كده. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ مش تفهم دلوقتي يعني تعرف قدام احنا ايه رايت هاند بلين زيرو ايه ليفت هاند بلين زيرو، عشان لما اقول لك بعد كده ان انا عندي ده رايت هاند بلين زيرو يبقى فاهم ده ايه اصلا. واضح؟ اسما بس. ماشي. انا لسه ما قلتش ده تاثيره ايه وبيعمل ايه في الرسومات والحاجات دي. خلاص. يبقى احنا دلوقتي بس بنقول شويه تعريفات انه عندي حاجه اسمها بولز وزيروز. ايه الزيروز؟ اصفار النيوميريتو، اصفار اللي فوق. ايه البولز؟ اصفار الديوميريتو. خلاص كده. اقدر ارسمهم في بلين اسمه الاس بلين. خلاص كده. الاس بلين ده ليه ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. خلاص كده. فيها مشكله في القصه دي؟ تمام. طيب بص احنا دلوقتي هنبدا بقى نشوف قواعد الرسومات. هناخد مثلا بتاع 6-7 اشكال كده، نرسم كل شكل لوحده، وبعد كده ناخد مساله مجمعه بقى اللي هو فيها ايه كل الاشكال دي مع بعض. خلاص. ونشوف رسمه للفريكوانسي دومين. تمام. او رسمه للبود دايجرام بقى. خلاص. يعني في الاخر انا هدفي اوصل لايه؟ اوصل ان انا لما اديك اتش اوف اس تعرف ترسمه. خلاص كده. تمام. طيب ده مرحله ان هو اديك اتش اوف اس تعرف ترسمه. طب بعد كده بقى احنا هنمتحن في ايه؟ ممكن تمتحن في مساله زي كده، يديك مساله زي كده ويقول لك ارسم لي بود دايجرام. ده احتمال وارد يعني، بس ده اخره في الميد تيرم مش هيبقى في الفاينل يعني. اللي بعد كده بقى ان هو يديك دايره امبليفاير، زي مثلا هنبدا بحاجات بسيطه زي اللو باس فلتر والهاي باس فلتر. بعد كده هنخش بقى في مين؟ الكومن اميتر والكومن كوليكتور والكومن بيز بكاباسيتورز بقى، ونبدا نرسم لها الايه؟ الفريكونسي ريسبونس. حلو. ونبدا نحدد فين البولز بتاعتها وفين الزيروز بتاعتها والقصص دي كلها. ماشي. فده اللي هيحصل. يبقى انت دلوقتي هنمشيها مرحله مرحله كده. الاول تتعلم لو انا مدي لك الجين اصلا كداله، وده مش هيحصل في الامتحان الفاينل يعني، مدي لك الجين اصلا كداله ارسم لي الرسمه. ماشي. وبعدين هيدي لك بقى امبليفاير يقول لك ارسم لي رسمه الايه؟ الفريكونسي البود دايجرام بتاعك. خلاص. تعال نشوف بقى كده قواعد الرسم بتاعت الاشكال المختلفه او بتاعت الفانكشنز المختلفه. هو بكره قالوا الجو بكره يوم الجمعه. بكره يعني لو عندي حاجه بكره اغيرها بيقولوا ان هو هيبقى وحش. يعني اكيد لو حد شافه يلا. طيب عندنا يلا. طيب بص هتلاقي عندنا السفر اجازه. ممكن نقعد النهارده نطول شويه بقى عشان احنا ايه؟ ماشي؟ طيب ركزوا بقى معايا يلا. طيب احنا عندنا هنا الاتش اوف اس ايكوال اس، ده اول شكل عايزين نرسمه. فطبعا مش كل مره انت هتعمل الكلام ده، انت في الاخر هنوصل لكونكلوجن وانت هتشتغل على الكونكلوجن ده. بس عشان تفهم اصلا الكونكلوجن ده جه منين هنقعد نعمل الاشكال دي كلها مع بعض كده، وفي الاخر نقول بقى الكونكلوجن ايه اللي هيحصل. ماشي. فلو انا عندي اتش اوف اس ايكوال اس، عشان اخليها في الفريكونسي دومين، يبقى اتش اوف جي اوميجا ايكوال جي اوميجا. يبقى ماجنتيود الكلام ده بكام بقى؟ ماجنتيود الداله دي بكام؟ هي اوميجا. صح كده؟ وزاوية الكلام ده هنبقى نناقش الزاوية في الآخر. خلاص. نناقش الزاوية في الآخر. طيب ماجنتيود الاتش هو الأوميجا. يبقى الاتش ديسيبل ده اللي أنا برسمه هو 20 لوج مين؟ الماجنتيود اللي هو الأوميجا. حد عنده اعتراض؟ طيب ده كده الدالة. لو جيت قلت لك ارسم لي الدالة دي هترسمها ازاي؟ بص هتيجي تقول لي ادي الاتش ديسيبل أجينست لوج الأوميجا اللي أنت بتتكلم عنها دي. حلو؟ الأوميجا هنا بواحد، الأوميجا هنا بعشرة، الأوميجا هنا بمية. حلو. وهنحط بقى ركز بقى معايا، هتحط الواي اكسس ده دايما حطه 20 ديسيبل 40 ديسيبل، بحيث ان دي الحاجات اللي هتقابلها كتير قوي. حلو. هل ممكن اقسمه 10 20 30؟ اه ممكن عادي، بس احنا دايما بنحب نحطها ايه؟ 20 40 60 ديسيبل، وتحت نيجاتيف 20 نيجاتيف 40 نيجاتيف 60 بمسافات متساويه. يعني المسافات دي متساويه او لينير سكيل عادي خالص. ماشي. طب لو حد حطه 10 20 40 يعني 10 20 30 عادي. صح كده؟ تمام؟ طيب المهم حطينا كده الرسمه دي، نرسم بقى الرسمه دي ازاي؟ لو انا عندي اتش اوف اس ايكوال اس بس كده ترسم ازاي؟ بيقول لك ده عباره عن ايه؟ مش ده الواي اكسس؟ ده الواي. وده مين؟ لوج اوميجا على بعضه ده الاكس. طب ما هو واي ايكوال 20 اكس، ده ستريت لاين ولا لا؟ ستريت لاين بيمر بالاوريجن بتاع الرسمه. يعني الرسمه بتاعتك ستريت لاين. الميد بتاع الستريت لاين ده كام؟ 20. معناه ايه؟ انه في الديكيل الواحد هيطلع كام؟ 20. فبيقول لك ان الخط بتاعك هيبقى حاجه بالمنظر ده كده، بحيث انه ميل الخط ده 20 ديسيبل لكل ايه؟ لكل ديكيل. يعني ايه الكلام ده؟
ادي دي كده اهو اللي هو من الواحد للعشر طلعت قد ايه 20. طيب الديكيت كمان طلعت قد ايه 20 برضه لان هنا كنت 20 بقيت 40 صح كده. فمين الخط ده 20 ديسيبل بير ديكيت خلاص كده فاهمين معناها ايه دي ولا لا 20 ديسيبل لكل ديكيت خلاص. طيب ده كده اول شكل. طيب تاني شكل هيبقى الاس سكوير ماشي انت معايا ولا ايه؟ الموضوع ده بس معايا ايه يعني ايه ده زيرو ولا كول؟ حلو ده بص هو يعني خلينا انا بشرحها اللي هو حته يعني كماثيماتيكال في الاول بشرحها ماثيماتيكال بعد كده اقول لك ده كول ولا زيرو. فاضل شويه شرحها خالص يعني هو انت اصلا موضوع الجزء انتوا قلتوا مره هو كان نفس الجزء نفس الجزء. فالاس بص الاس هنا دي بتمثل ايه بالنسبه لنا؟ زيرو. ليه زيرو؟ هل في دينومينيتور؟ لا. وبالتالي الزيرو عمل يعني خليني اقول في الاخر كونكلوجن الزيرو بيزود الايه؟ بيزود الميل 20 ديسيبل بير ديكيت صح كده؟ بس كرسمه كرياضه كماثيماتكس الاس لوحدها رسمتها كده صح ولا لا؟ تمام؟ طيب هقول لك دلوقتي الاس سكوير والاس باور 3 عشان تفهم بس الفكره ماشيه ازاي وبعد كده هشرحها لك بحته هي زيرو ولا كول خلاص. هنا ايه؟ الاوميجا هتساوي 0 صح؟ اللي هو اس سكوير. ايه اللي هيحصل بقى؟ لو اس سكوير هيبقى الاتش اوف جي اوميجا ايكوال جي اوميجا سكوير. والجي اللي هي نيجاتيف اوميجا سكوير يعني. الكلام ده نيجاتيف اوميجا سكوير. لان الجي تربيع بناقص 1. اما نجيب الكلام ده هيساوي اوميجا سكوير بس. اما الزاويه برضو خلي الزاويه في الاخر مش مهم. الاتش ديسيبل هتبقى عباره عن ايه؟ 20 لوج الماجنيتيود ده اللي هو اوميجا سكوير صح كده؟ يبقى الكلام ده الاتش ديسيبل اللي هي 40 لوج الاوميجا صح ولا لا؟ تمام؟ فلو حبينا نرسم الرسمه دي ركز بقى معايا لو حبينا نرسم الرسمه دي خلينا على نفس الرسمه هنا يعني لو حبينا نرسمها هتبقى ايه؟ هتبقى ده الواي ده الواي وده الاكس فبرضه خط مستقيم الميل بتاعه بكام بقى؟ ب 40 فهتلاقي ان الرسمه بتاعتك لما تمشي ديكيت تطلع 40 او حط هنا صح كده؟ فيبقى ده الخط بتاعه حلو؟ فهتلاقي الرسمه بتاعتك بالمنظر ده الميل بتاعه 40 ديسيبل بير ديكيت. طيب ده مين يا باشمهندس؟ دي كانت رسمه الاس صح كده؟ وده مين؟ دي كانت رسمه الاس سكوير. حد عنده اعتراض على كده؟ واضح؟ يبقى كماجنتيود كماجنتيود رسمه الاس خط مستقيم بيمر بالاوريجن الميل بتاعه 20 الاس سكوير رسمته خط مستقيم بيمر بالاوريجن الميل بتاعه 40 ديسيبل بير ديكيت خلاص كده؟ فيها مشكله دي؟ طيب لو عندي بقى مقلوبات طبعا الاس باور 3 بقى هتبقى بكام؟ هتبقى 60 الاس باور 4 80 الميل بتاعهم 80 وهكذا ماشي؟ طيب لو عايز ارسم المقلوبات بتاعت الكلام ده يعني الاتش اوف اس ايكوال واحد على اس مثلا هيبقى الاتش اوف جي اوميجا هتساوي كام؟ واحد على جي اوميجا اللي هي الماجنتيود بتاع الكلام ده هيساوي كام؟ واحد على اوميجا فالاتش ديسيبل هتبقى 20 لوج الكلام ده اللي هو واحد على اوميجا اللي هي نيجاتيف 20 لوج الاوميجا ده الاتش ديسيبل يعني بنفس الطريقه ده الواي وده الاكس ده ايه ده؟ خط مستقيم بس ميله بالسالب صح كده؟ يبقى بتقل 20 ديسيبل لكل ديكيد صح كده؟ يعني لو مشيت ديكيد واحد هنزل كام؟ 20 صح؟ يبقى ده الخط بتاعك برضه بيمر بالاوريجن بس ميله نيجاتيف 20 ديسيبل بير ديكيد ودي بتمثل رسمه مين؟ الواحد على اس صح كده؟ طيب بنفس الطريقه بقى الواحد على اس سكوير هتبقى ايه؟ نفس الكلام بس ميل سالب 40 ديسيبل بير ديكيد يعني ايه؟ يعني لو من الاوريجن كلهم بيمروا بالاوريجن تمام؟ لو عديت ديكيد تنزل كام؟ 40 فالرسمه بتاعته هتبقى بالمنظر ده اهي كده هتبقى نيجاتيف 40 ديسيبل لكل ديكيد ودي رسمه الواحد على اس اس خلاص؟ يبقى ككونكلوجن بقى ركز بقى معايا ككونكلوجن كده بيقول لك ان الاس او اس سكوير دي بتدي لي سلوب موجب صح كده؟ السلوب الموجب ده بيبقى كام؟ 20 لو الرسمه اس لو المساله اس 20 40 لو الايه؟ اس سكوير. طب لو واحد على اس لو واحد على اس هيبقى سلوب سالب 20 لو واحد على اس سكوير هيبقى سلوب سالب ايه؟ سالب 40 خلاص كده؟
هو بعد احنا جبنا الاسئله دي ايه بعد لا مساله خلصت ايه مساله كده بتخلص انا لسه ما قلتش المساله لا انا بقول بس دي شويه قواعد عشان لما اخش في المساله تبقى فاهم معناها ايه انا برسم دي كل حاجه المساله هتجمع بقى شوفهم بعتهم لان ما رسمهمش كلهم عند واحد لان هي دي الاوريجن بتاعي ليه اوميجا واحد هي الاوريجن لان لوج الواحد بكام بزيرو فده بالنسبه لي الاوريجن دايما الرسمه بتاعتك الاوريجن بتاعها هو الاوميجا ايكوال ليش معنى عشان لوج الواحد هي زيرو فدي تعتبر الاوريجن بتاعي تمام الثلاث ولا الاربع رسومات دول اسمع بقى خلاص عايزين نحط كونكلوجن ونبدا نشتغل بيها في حاجه اسمها كولز وزيروز خلاص بص دي بتمثل زيرو ولا كول دي بتمثل زيرو ولا كول زيرو زيرو دي بتمثل ايه اتنين زيرو صح كده دي بتمثل كول واحد صح كده بص مكان الزيرو دي ركز بقى معايا لو قلت لك هنا ان اس زيرو كام بصفر يبقى الاوميجا زيرو بزيرو صح كده اهو بص ده معناه ان في هنا زيرو موجود فين يعني في زيرو موجود عند الصفر عند الاوميجا بصفر حلو فين الاوميجا بصفر على الرسمه الاوميجا بصفر على الرسمه ده الاوميجا بكام واحد الاوميجا بصفر على الرسمه ناحيه الشمال خالص يعني انت عندك زيرو هيظهر ناحيه الشمال خالص صح كده بيعمل ايه الزيرو ده في الاخر يعني ايه اللي انت اكتشفت ان الزيرو ده بيعمله بيعمل خط مستقيم بميل كام 20 ديسم بيرديكيت ده الزيرو الواحد صح كده طيب هنا في كام زيرو 2 زيرو صح الزيرو الواحد بيعمل 20 ديسم بيرديكيت طب لو 2 زيرو اعمله 40 ديسم بيرديكيت طب لو 3 60 تمام بيعمل خط مستقيم يعني ده انت عندك دلوقتي عندنا الزيرو الميل بتاعه في الاخر الميل بتاع الجيم كان عباره عن ايه 20 ديسم بيرديكيت ده لو كان في زيرو واحد في المساله صح كده طب لو كان في 2 زيرو في المساله ايه اللي حصل لقينا الميل ب 40 صح كده يبقى الزيرو الواحد بيعمل خط مستقيم الميل بتاعه بكام ب 20 يبقى 2 زيروز هيعملوا خط مستقيم الميل بتاعهم 40 صح كده طيب البول العكس الزيرو ده مين اللي جابه بقى يعني ايه الزيرو ده مين اللي جابه يعني جبني يعني ايه جبني يعني حضرتك بتقول الزيرو ده يعمل 20 2 زيروز يعملوا 40 ايه الزيروز ده الزيروز اللي هي اصفار النيوميريتور يعني انت عندك الاتش اوف اس اس بس صح كده اس لو الاس بزيرو مثلا يبقى اه بالظبط يعني انت لما تحط اصفار النيوميريتور هل المساله دي اصلا مش معقده يعني فايه اصفار النيوميريتور هنا هي زيرو صح يبقى انت عندك هنا زيرو عند الصفر صح كده ازاي بقى صفرين بقى هنا بقى لا اس سكوير هنا اس سكوير ايكوال زيرو طالما سكوير يبقى في كام زيرو اتنين هنا مفيش زيرو اصلا بس في ايه بول البول عند مين عند الزيرو صح كده يعني انا قلت لك هنا ركز معايا بقى هنا في بول واحد اللي هو فين البول ايكوال زيرو صح كده في بول واحد عند الصفر فيها مشكله لحد دلوقتي تمام طيب بص دي اشكال ركز بس معايا دي اشكال مش معقده يعني دي اشكال سهله فالمفروض دي البدايه تمام طيب في اشكال تانية اسمع بقى لو انا مثلا قلت لك ال h of s ال h of s ايكوال 1 زائد s على 3 لو قلت لك 1 زائد s على 3 في 1 زائد s على 10 على 1 زائد s على 6 مبدئيا يعني هنا في كام بول وكام زيرو؟ في 2 زيرو في عندي زيرو في هنا 2 زيرو زيرو عند الاس زد ايكوال كام؟ نيجاتيف 3 واس زد ايكوال نيجاتيف 10 ده الزيرو الاولاني والثاني تردداتهم ايه؟ الاوميجا زيرو 1 ايكوال بوزيتيف 3 اوميجا زيرو 2 ايكوال 10 فيها مشكله دي؟ طب البولز اللي في المساله دي البولز اللي في المساله دي ان انا عندي اس بول واحد اللي هو بناقص 6 يعني الاوميجا بول بكام ب بوزيتيف 6 فيها مشكله كده طيب ازاي بقى ترسم لي الشكل ده اللي هو 1 زائد اس على حاجه ده شكل ايه هل الشكل 1 زائد اس على حاجه هو هو الاس لا تمام يبقى انت لو قابلك شكل اسمه 1 زائد اس على 3 عايزين نرسمه تعال نتعلم ازاي نرسم الشكل ده لوحده خلاص طيب واحده واحده بقى كده قول لنا ازاي بنرسم 1 زائد اس على حاجه ماشي هي الاس بول واحد مع الست دي جت منين؟ الاس ما انت احنا قلنا الزيروز اصفار النيوميريتور البولز اصفار الدينوميريتور خلاص كده؟ اصفار النيوميريتور بكام؟ بيساوي ده بزيرو فهمت لك ايه؟ ناقص 3 ودي ناقص 10 يبقى دي الاصفار دي الزيروز البولز
اصفار اللي تحت يبقى اس ايكوال كام؟ نيجاتيف 6 صح؟ فاهمين؟ ليه الاوميجا بقى اقلب؟ لا الاوميجا مفيش حاجه اسمها اوميجا سالم عامه، الاوميجا عامه رقم موجب دايما خلاص. ف لو انا قلت لك ان في الاس 0 بناقص 3 يبقى الاوميجا 0 بوزيتيف 3 خلاص. الاوميجا 0 دي هحتاجها في ايه؟ هتحتاجها في الرسمه فيما بعد بقى ماشي خلاص. طيب ده كده يعني ايه بولز وزيروز. يبقى هقول تاني عشان الموضوع ده مهم، البول اصفار اللي تحت والزيروز اصفار اللي فوق خلاص كده. فيها مشكله القصه دي؟ طيب تعال نشوف بقى ازاي نرسم الاشكال الرخمه بقى شويه اللي هي 1 زائد اس على حاجه. مش مشكله، تعال نشوف دي هنرسمها ازاي. بس في الاخر هقول لك ما تحفظه ازاي. ركز معايا يلا. يبقى احنا دلوقتي ركز معايا الكونكلوجن لحد دلوقتي ايه عشان الموضوع هيوسع معاك شويه كده. الكونكلوجن لحد دلوقتي ان عندنا ال h of s لو بتساوي s او s سكوير الحاجات دي كلها بتمر بالاوريجن ولا لا؟ بتمر بالاوريجن خلاص كده. الميل بيبقى ازاي؟ ال s بيبقى ميلها 20 بالموجب، ال s سكوير 40 بالموجب، الواحد على s هتبقى ايه؟ 20 بالسالب، بس كلهم بيمروا بنقطه الاوريجن خلاص كده. طب تعال نشوف الشكل التاني بقى اللي هو 1 زائد اس على 10 حلو؟ ده اتصرف فيه ازاي؟ طبعا هعمل اثبات كده في الاخر في كيسه يعني اللي هيهمني في الاخر كونكلوجن خلاص كده؟ طيب ال h of g اوميجا هتساوي كام؟ 1 زائد g اوميجا على 10 خلاص كده؟ هنا بيقول لك انه ماجنتيود الكلام ده هيكون ايه بقى؟ ماجنتيود الكلام ده ماجنتيود ال h هيساوي روت 1 زائد اوميجا على 10 الكل تربيع خلاص كده؟ فانا هنا بيقول لك انا عندي التلات حالات، لو الاوميجا اقل بكتير من ال10 ولو الاوميجا بالظبط بتساوي 10 ولو الاوميجا اكبر بكتير من ال10، هم دول التلات حالات صح كده؟ طيب لو الاوميجا اقل بكتير من ال10 فاقدر اقول ان ماجنتيود الاتش هيساوي كام؟ ده هيبقى زيرو صح كده؟ قليله قوي فاهمل فهتبقى 1. الماجنتيود روت 1 زائد ده مهمل يبقى ايه؟ 1. طب ال h ديسيبل في الحاله دي بكام يا جماعه؟ زيرو. يبقى ال h ديسيبل في المنطقه دي زيرو. حلو. طيب عند الاوميجا اكبر بكتير من ال 10 معنى كده ان احنا نهمل الواحد ولا لا؟ نهمل الواحد. فهيبقى او خلينا عند ال 10 بس الاول عشان دي هتبقى رخمه شويه. عند ال 10 بالظبط هتبقى ايه؟ 10 على 10 بايه؟ 1. يبقى اذا ده روت كام؟ 2. يبقى ماجنتيود ال h بتساوي روت 2. يبقى ال h ديسيبل ايكوال 20 لوج ال h اللي هو روت 2. بالكالكوليتر الكلام ده هيطلع بوزيتيف 3 ديسيبل، بوزيتيف 3 ديسيبل خلاص. يبقى عند ال 10 بالظبط بتطلع 3 ديسيبل. طيب اكبر بكتير بقى لو الاوميجا اكبر بكتير من ال 10 الشكل هيبقى ايه؟ لو اكبر بكتير من 10 فالواحد هتهمله صح ولا لا؟ فبالتالي ماجنتيود ال h هيساوي اوميجا على 10 خلاص كده. طيب انا عايز ارسمها ديسيبل، عايز اكتبها ديسيبل. فال h ديسيبل هتساوي كام بقى؟ 20 لوج الكلام ده، 20 لوج اوميجا على 10. يبقى انا ممكن افصله 20 لوج اوميجا ناقص 20 لوج 10. يبقى الكلام ده h ديسيبل هيساوي 20 خلاص 20 لوج اوميجا ناقص 20 لوج 10. طيب بص اسمع بقى الكلام ده خلاص. طب عايزين نرسمه ماشي. الكلام ده انت كويس قوي شرحناه وبتاع، هرسم الكلام ده ازاي بقى في المساله؟ بص لو جالك شكل زي ده هترسمه لوحده ازاي؟ ادي ال بوت دايجرام، ادي ال h ديسيبل اللي هو محور الواي اللي احنا هنشتغل عليه ال h ديسيبل، وده لوج الاوميجا. حلو. بص بيقول لك الرسمه هتبقى كالتالي. اول حاجه تحط ال 10 نفسها، تحط الكورنر فريكونسي او الكات اوف فريكونسي. ايه الكات اوف فريكونسي؟ الرقم اللي تحت الاس خلاص كده. 1 زائد اس على 10 يبقى الكات اوف فريكونسي كام؟ 10. 1 زائد اس على 7 يبقى الكات اوف فريكونسي كام؟ 7. حلو. هتحط ال 10 هنا. حلو. بص طبقا للكلام اللي قدامك ده لو الاوميجا اقل بكتير من ال 10 الاتش ديسيبل هيبقى ايه؟ زيرو. يبقى الحته دي زيرو تمام. طب لو الاوميجا اكبر هو احنا هنحط لوج ال 10 ولا الايه؟ لوج ال 10 الرسمه دي اسمها لوج اوميجا صح كده؟ فالمفروض هنا تبقى حاطط لوج 10 صح؟ بس احنا هنا بنكتب الاوميجا على طول ماشي؟ وهنا انا هنا كاتب واحد. حلو. لوج الواحد بكام؟ بزيرو. فبدل ما اقعد اكتب 0 و1 2 3 لا بحط الاوميجا اللي تقابل ال 0 وال1 وال2 وهكذا فاهم؟ فهنا بحط الاوميجا بكام؟ ب1. انا برسم لوج الواحد. اللوج الواحد هتحصل فين؟
عند الزيرو صح كده؟ فانا مش هقعد يعني انا بالنسبه لي عامه انت ما تقعدش تكتب هنا 0 1 2 3 4 لا لا احنا بنحط الاوميجات على طول ماشي وانت ضمنيا عارف ان انت بترسم لوج الايه لوج الاوميجا دي صح كده ماشي فانا هنتفق ان اي رقم احطه هنا ده بيمثل الاوميجا ماشي بس الاكسس نفسه انت بترسمه ازاي لوج الاوميجا فعشان كده المسافه ما بين الواحد والعشرة هتساوي المسافه ما بين العشرة والمية رغم ان ده ما يحصلش فيه السكيل الطبيعي صح كده ماشي طيب بصوا يبقى قبل العشرة ال H decimal بزيرو حد عنده اعتراض؟ طيب بعد العشرة بعد العشرة ال H هنا هنا بعد العشرة هتلاقي ان ال H decimal equal 20 log اوميجا ناقص 20 log 10 بصوا دي لو جيت ترسمها في الحقيقة هتلاقي ايه؟ هتلاقي اسمع بقى الكلام ده هتلاقي ده ال Y وده مين؟ وده ال X وده ال constant صح كده؟ كونستنت. نيجاتيف 20 لوج ال 10 ده معناه كام؟ نيجاتيف 20 فمعنى ايه؟ ان الخط المستقيم هيبقى الميل بتاعه كام؟ 20 وهيتقاطع هنا عند كام؟ الناقص 20 فبص عشان ما نقعدش نرغي كتير هي دايما هتبقى كده هتلاقي ان الخط ده بيعدي بال 10 بيعدي بال 10 نفسها خلاص كده؟ يعني انت هتلاقي ان الرسمه بتاعتك كده المنظر ده كده حلو؟ ايه الرسمه بقى دي؟ بص الرسمه دي قبل ال 10 بزيرو خلاص كده بعد ال 10 خط مستقيم الميل بتاعه كام 20 ديسيبل بير ديكي تمام طيب بس الكيرف ده مش اكزاكت 100% لو انا عايز الاكزاكت بالظبط بقى عند ال 10 هل الديسيبل بيبقى بزيرو بالظبط لا بيبقى كام 3 فعشان كده بيقول لك ان في كيرفين عندنا كيرف اسمه الاكزاكت وكيرف اسمه الايه الابروكسيم اللي انا رسمه ده الابروكسيم اللي هو شارب ايدج خلاص كده اللي هو عند ال 10 زيرو وبتطلع بمين صح كده؟ لكن الاكزاكت هيبقى كده 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 المسافه دي بتبقى كام؟ المسافه دي بتبقى 3 ديسيمال عند مين تحديدا؟ عند الكات اوف فريكونسي خلاص كده؟ طيب هقول تاني لو اديتك اسمع بقى لو اديناك مثلا عشان تتدرب بس عليها عشان تبقى معايا كده وتتدرب عليها لو قلت لك 1 زائد اس على 100 1 زائد اس على 100 لو الاتش يكون 1 زائد اس على 100 وعايزين نرسمها لوحدها دي هتترسم ازاي؟ هتسيب الدنيا كلها وتروح تعلم عند ال 100 صح كده؟ هتيجي عند ال 100 قبل ال 100 كام؟ 0 بعد ال 100 السلوب ده بكام؟ 20 ديسيبل بير ديكي فيها مشكله دي؟ واضح؟ يبقى خلي بالك بقى ايه الفرق الرئيسي اللي ما بين الاشكال دي والاشكال اللي هي الاس والاس سكوير والحاجات دي؟ بص واحده اولا الاشكال اللي هي اس والاس سكوير دي مفيش حاجه بتحددها يعني مفيش حاجه بتحددها يعني هي بدأ منين من الناقص الفينيتي صح كده لكن الاشكال دي لا في محدده ولا لا بتبدا من ال10 قبل ال10 هل كانت موجوده لا هنا قبل ال100 هل كانت موجوده لا طيب ده ايه تفسيره بقى بص لو انا خدت مثلا الاس دي الاس دي عندها زيرو موجود فين عند الصفر صح كده الزيرو اللي عند الصفر ده مكانه نيجاتيف انفينيتي صح كده؟ فالسلوب اللي هو الميل ده هيظهر من اول مين؟ الناقص ما لا نهايه صح كده؟ طيب مساله زي دي دي بول ولا زيرو الاول؟ ها؟ زيرو ليه؟ لان هو نيوميريتور مفيش غيره صح كده؟ طب بس الزيرو عند كام؟ ها؟ اس زيرو بكام؟ الاس زيرو بسالب 10 يبقى الاوميجا زيرو بكام؟ ب 10 يبقى دي الاوميجا الزيرو بتاعها هيظهر فين؟ عند ال 10 صح كده؟ قبل ال 10 كان مفيش حاجه بعد ال 10 بدا تاثيرها صح ولا لا؟ تمام؟ وهنا الاس زيرو بكام هنا؟ ناقص 100 اما الاوميجا زيرو بكام؟ ب 100 يعني هيبدا تاثيرها هيظهر عند الاوميجا بكام؟ ب 100 قبل كده كانت بتعمل جيم بكام؟ زيرو بعد كده بتظهر ب 100 20 ديسيمال بيرد كده خلاص كده؟ طيب لو سالت الناس اللي قاعده كده الزيروز عموما بتعلي السلوب ولا بتقلله؟ بتعلي السلوب بكام؟ ب 20 ديسيبل بير دي كي صح كده؟ طيب بتعليه من امتى؟ بتعليه من امتى؟ من مكانها بقى هي مكانها ايه؟ الاس دي مكانها مين؟ زيرو فين الزيرو ده؟ شمال خالص صح كده؟ فدي مش محدده تمام؟ الاس هنا الزيرو كام؟ اللي هي 1 زائد اس 10 الزيرو فين؟ عند الاوميجا ب 10 صح؟ يبقى هيبدا تاثيرها من اول ال 10 هنا عند الاوميجا ب 100 يبقى هيبدا تاثيرها من اول مين؟ ال 100 خلاص كده؟ مفهوم؟
يبقى القاعده الاولى ان الزيروز بتزود السلوب 20. خلاص كده واضح؟ دايما بعدها الايه دايما بيكون دايما بتبدا يعني السلوب بيزيد بعدها عشان ده الاثبات بتاعها يعني. بس مش مهم الاثبات، المهم تعرف الرسمه نفسها. كده بقى الجين هيبقى زيرو، اتش ديسيمال بزيرو. خلي بالك الاتش ديسيمال بزيرو مش معناها ان الجين الفعلي بزيرو. تمام، حد عارف يا جماعه؟ ركز بس معايا، مش عايز بس ادخل كذا حاجه في بعض. بس لو الديسيمال جين بزيرو، هل ده معناه ان الجين بتاع الامبليفاير بزيرو؟ لا، الديسيمال جين بزيرو معناه ان الجين بتاع الامبليفاير بكام؟ بواحد. ليه بواحد؟ بص، مش الديسيمال جين ايكوال 20 لوج الجين، صح كده؟ فلو الديسيمال جين بزيرو يبقى الجين الفعلي كان بكام اصلا؟ بواحد. ماشي، فانت ما تخلطش ما بين الديسيبل والجين الفعلي، دي حاجه ودي حاجه. ماشي ماشي. اه ديسيبل بيرد كين، اه ديسيبل بيرد كين لو الميل بتاعي 20 ديسيبل بيرد كين، يعني مثلا لو عند ال 100 هيكون وصل لكام؟ هيكون ده وصل لكام؟ 20. مش هو 20 لكل دي كين؟ عند ال 1000 هيكون وصل لكام؟ ل 40، صح كده؟ هنا برضه لو دي 100 عند ال 1000 هيكون وصل لكام يا جماعه؟ الديسيبل ده الجين ده هيكون وصل لكام؟ 20. طبعا ال 10 باور 4 هيكون وصل لكام؟ 40. فاهمين حاجة؟ واضح؟ فيها مشكلة دي؟ هو ده تقريبي، حلو؟ لكن الفعلي بالحسابات لقيت إن الجين فعلا عند ال 10 بالظبط اللي هي الكورنر فريكونسي ما بيبقاش 0% بيبقى الجين ده بكام ديسيبل؟ 3 ديسيبل، صح؟ فعشان كده رسمت كيرف بالأزرق المنقط ده الإكزاكت كيرف، يعني ده الفعلي. لكن اللي بالأسود ده الشارب اللي هو الشارب إيدج ده تقريبي أبروكسيمت. خلاص كده؟ هو ده معناه لو فريكونسي ضعيف لا بص معناه ايه لسه؟ انا ما اتكلمتش في معاني خالص. بص يا جماعه يا باشمهندسين، انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش في معنى الكلام ده تاثيره ايه على الامبليفاير. لا ده هيبقى بقى هنقعد ندرسه بقى ونتكلم معاه ونشوف قبل وبعد والجين اخباره ايه ونحسبه، ماشي؟ لكن انا دلوقتي بشرح الرولز بتاعت رسومات البوت دايجرام، تمام؟ دي كانك مثلا بتتعلم ازاي ارسم كيرفات ايه؟ اكس وواي، كيرفات عاديه، السلوب يعني ايه؟ الواي ايكوال ام اكس بلس سي مثلا، حلو؟ فانت بتتعلم شويه قواعد ازاي ترسم الايه؟ الكيرف ده. انا هنا بعمل كده، ازاي ارسم الاتش اوف اس في كذا حاله، ماشي؟ طب ده بقى تفسيرها ايه او يعني تاثيرها ايه على الامبليفاير؟ لا انا لسه ما اتكلمتش، ما دخلتش في الامبليفاير وتعاملت معاه لسه، صح كده؟ مضروب في البراكت ده كونست، ايه اللوجيك كونست؟ يعني الاتش ديسبل بتاعته هتبقى هتشفت لفوق، تمام؟ خلي الكونست تقوله في الاخر، انا دلوقتي بقول الاسات كلها وبعد كده بقول الكونست، ماشي؟ طيب بصوا يا جماعه، انا دلوقتي هديكوا انا بقى اتش اوف اس وانتوا تقولوا لي هتترسم ازاي؟ خلاص كده؟ طيب بص، لو احنا عندنا، ركز بس معايا، لو عندي الاتش اوف اس اللي هي شكل 6، اتش اوف اس ايكوال 1 على 10 الكل سكوير، خلاص كده؟ انا مش هقعد اعمل اثباتها بقى، انا هقول لك يعني ازاي بتترسم على طول. اول حاجه الشكل بتاعها مبدئيا هيبدا يظهر امتى؟ ها؟ فين الكات اوف بتاعها؟ ال 10. يبقى تيجي عند ال 10، قبل ال 10 لازم تبقى بكام؟ بزيرو. خلاص كده؟ طيب بعد ال 10 خط مستقيم الميل بتاعه بكام؟ 40. خلاص كده؟ بدل 20، ماشي؟ فده هيبقى الميل بتاعه ب 40 ديسيبل بير ديكيتر، ماشي؟ طيب سؤال برضو تاني، لو احنا خلينا يعني ده كده الاكزاكت ولا الابروكسيمت؟ ده الابروكسيمت. لو جيت عند الاكزاكت ايه اللي هيتغير؟ عند ال 10 الجين الفعلي هيبقى بكام؟ بص ده كده الجين الفعلي كان ب 3 ديسيبل، حلو؟ ليه؟ لان احنا ده كان فيه روت الجذر التربيعي بتاع ده سكوير زائد ده سكوير، صح؟ لما تربع الروت ده بقى كمان لما ده يبقى سكوير هتربع الروت، صح ولا لا؟ كانك بتضرب روت في روت، البراكت في البراكت، فيطلع ده من غير الايه؟ الروت، فهتلاقي في الاخر 20 لوج كام؟ 2، هيطلع 6 ديسيمال، خلاص كده؟ يبقى الاكزاكت كيرف هنا هيبقى كام؟ هيبقى عند الارتفاع عند الزاتو تحديدا ده بتبقى 6 ديسيمال، خلاص كده؟ طب لو باور 3 هتبقى كام؟ 9، صح كده؟ يبقى من الاخر البراكت الواحد عند الكات اوف فريكونسي، الكات اوف اللي هي دي، خلاص كده؟ عند الكات اوف فريكونسي الاكزاكت فاليو الديسيبل بتبقى بكام بالظبط عند الكات اوف فريكونسي؟ 3، صح كده؟ طب لو البراكت سكويرد هتبقى بوزيتيف 6، طب البراكت باور 3 9، وهكذا، ماشي؟ طيب دي حاجه.
طب لو قلبناها تتوقع ايه اللي هيحصل لو قلبناها؟ ها؟ يعني لو قلبنا البراكت ده هيحصل ايه؟ نفس الكلام بس بدل ما موجب هيبقى ايه؟ سالب، صح كده؟ يعني هرسمها لكم لو الـ H of S بتساوي 1 على وارد S على 10 6 لو بتكسر تتوقع خالص. يبقى لو انا عندي الـ H of S 1 على 1 زائد S على 10 فهيبقى برضو الكات اوف بتاعه كام؟ 10، تروح كاتب ال 10 قبلها بزيرو بس بعدها السلوب بايه؟ بالنيجاتيف. خلاص كده؟ لحد كده في مشكله؟ اللي فوق دي كده، اللي فوق دي نص، اللي فوق مبدئيا ده براكت 1 زائد S على 10. لو انت عملتها في الاثبات هتلاقيه في ملزمنا عاملها في الاثبات يعني، بس عامه على طول يعني الكورنر بتاعها كام؟ 10 او الكات اوف بتاعها 10، فقبل ال 10 هتبقى بزيرو. حلو؟ وبعد ال 10 هيبقى السلوب بتاعها موجب مبدئيا لان هي ايه؟ زيروز، صح كده؟ فالسلوب موجب، بس موجب كام؟ طالما سكوير يبقى انا عندي 2 زيرو، فالموجب 40، خلاص كده؟ تمام؟ طب دي هنا دي بول ولا زيرو اصلا؟ دي ايه؟ بول، البول بتقلل السلوب بكام؟ 20 ديسيبل بيرد كيل، بول الواحده، صح كده؟ بس بتبدا تشتغل امتى؟ عند ال 10، صح كده؟ يبقى بعد ال 10 السلوب هي ايه؟ واضح؟ ماشي؟ يبقى انا دلوقتي ركز بقى معايا، لو احنا شفنا الرسومات دي كلها تقولوا لي مين فيهم بول ومين فيهم زيرو، عشان بس ايه انا يهمني تبقى فاهم الحاجات دي كويس. ده هنا بول ولا زيرو؟ زيرو. يبقى السلوب بتاعه كام؟ بوزيتيف 20. بيبدا منين؟ لا ده ملوش بدايه، ده بيبدا من الناقص ما لا نهايه، صح كده؟ وبيمر بايه برضه عشان تبقى مجمعها؟ ده بيمر بالاوتش، خلاص كده؟ طيب وزي الاس سكوير، الاس سكوير هيبقى عندك 2 زيرو، يبقى الميل بكام؟ ب 40، وبيمر بالاوريجن لان ملوش بدايه اصلا، خلاص؟ طيب ده بقى زيرو ولا كول ده؟ ده زيرو، زيرو بس بيبدا منين؟ من 10، يبقى ميله بوست ب 20، صح كده؟ طيب ده كده زيرو ولا كول؟ لا ده 2 زيرو، صح كده؟ بيبدا منين؟ ال 10، والميل بتاعه طالما 2 يبقى كام؟ 40. ده كده كول واحد بس بيبدا فين؟ عند ال 10، فميله هيبقى ناقص 20، خلاص كده؟ فيها مشكله كده؟ تمام؟ يبقى البول اللي هو الزيرو بيديني سلوب بوزيتيف 20، البول بيديني ايه؟ سلوب نيجاتيف 20. الزيرو اللي هو فين؟ مكانه فين على الاتش؟ الزيرو مكانه فين؟ فوق، اصفار اللي فوق. البول مكانه فين؟ اصفار اللي تحت. واضح؟ خلاص؟ طيب دي كده ركز بقى معايا، اسمع ركز معايا. دي كده ازاي نقدر، طبعا بص عشان تبقى فاهم احنا هنعمل ايه؟ انا دلوقتي قلت لك مجموعه ايه؟ اشكال. المفروض بعد شويه هجمعهم وارسم بقى الاتش توتال اللي هو الديسيبل التوتال، اقعد اجمعهم على بعض، خلاص؟ طبعا هي ليها طريقه سهله في التجميع مش صعبه. طيب وبعدين المفروض في جزء ثاني اللي هو جزء مين بقى؟ الفيز، ما اتكلمناش على الفيز، صح كده؟ فهنقول دلوقتي هتكلمك على الفيز كاشكال برضو، وبعد كده هناخد مساله بقى مجمعه فيها الايه؟ الجين والفيز مع بعض، خلاص كده؟ ونرسم. طيب قبل بس ما اخلص الجزء ده في حاجه اسمها الكونستنت. الكونستنت ده بيعمل ايه بقى في الموضوع؟ لو انا عندي الاتش اوف اس مثلا ب 100، خلاص كده؟ لو الاتش اوف اس ب 100 عايز ارسمها، هرسمها ازاي؟ تعالى نشوف الشكل ده، اخر شكل هقوله في الماجنتيود وبعد كده هنقل على الفيز. ركز بس معايا في اخر شكل ده، لو احنا عندنا الاتش اوف اس ب 100 يبقى الماجنتيود بتاعه بكام؟ هو ال 100، يبقى الاتش ديسيبل 20 لوج ال 100 اللي هي هتطلع 40 ديسيبل. يبقى الكونستنتس بتدي لك ايه في الاخر في الرسمه؟ كونستنت يعني ستريت لاين هوريزونتال، صح كده؟ رقم ثابت ما بيتغيرش مع الاس اصلا، صح ولا لا؟ بس مش هو ال 100، يعني هو 20 لوج ال 100، لان انا ما برسمش الجين، انا برسم ايه؟ الديسيبل جين، خلاص كده؟ طيب دي كده الاشكال بتاعت الماجنتيود، هل فيها مشكله القصص دي؟ واضح؟ كده كل الرسمه اللي تتشاف يعني خليني بس انا ما قلتش لسه هجمعهم ازاي، ماشي؟ انا لما اجمعهم هجمع الرسمه دي مثلا على دي، صح كده؟ فتلاقي ان هي بتتشاف، ماشي؟ بس انا يعني خلينا واحده واحده بس نعرف كل حاجه لوحدها ايه، وبعد كده لما نجمعهم هنعرف بقى ساعتها ايه اللي هيحصل بالظبط. ده بيعمل الشيفت فعلا، ده المسؤول عن الشيفت، هو الكونستنت ده هو اللي بيرفع الرسمه فوق او تحت، تمام؟ يعني ده لو بوينت 1 هتلاقيه يعني الديسبل بتاعه ايه؟ بالنيجاتيف، هتلاقيه بيشاف الرسمه بتاعته، تمام؟ طب ماشي، سؤال لو اتش اوف اس ايكوال نيجاتيف 100 تمام،
ال H of S equal negative 100. حلو. الماجنتيود ملوش دعوه بالنيجاتيف. الماجنتيود ملوش دعوه بالسالب. امال النيجاتيف دي هتندرج تحت مين او تخش تحت مين؟ الزاويه. هتبان في الزاويه مش هتبان في الماجنتيود. صح كده؟ يعني انت بتقول لي سالب 100. سالب 100 دي الماجنتيود ملهاش دعوه 100 وهتكمل عادي خالص 40 ديسيبل. ماشي؟ لكن الزاويه هي اللي هتتاثر. تمام؟ فعشان كده دي اللي انا هتكلم فيه دلوقتي اللي هي موضوع الزوايا. تمام؟ طيب بص ده كده الماجنتيود. عايزين نشوف طول قوي يعني عارف الكلام ده خلاص كده خلاص تاني حصه اللي حصل والله كل مره بسمعها اقول له تاني حصه عارف الكلام ده بس انا مش عارف هتستنى ايه بس بص هنتكلم دلوقتي الرسم بتاع الزوايا. ماشي؟ طيب هنتكلم دلوقتي في قواعد الرسم بتاعت الايه؟ الزوايا. ماشي؟ طيب واحدة واحدة هناخد برضو نفس الاشكال وانتوا بقى عايزكم ايه تقولوا معايا. طيب انا دلوقتي لو عندي ال H of S بإس. ال H of S بإس. حلو؟ الإس دي هتشالها تحط مكانها مين؟ جي أوميجا. زاوية الجي أوميجا بكام؟ 90. صح كده؟ تمام؟ طب لو واحد على إس هتبقى واحد على جي أوميجا. زاويتها بكام؟ نيجاتيف 90. طيب لو اس سكوير زاويتها كام؟ اس سكوير هتشيل الاس تحط مين؟ جي اوميجا. الجي اوميجا سكوير دي اللي هي نيجاتيف اوميجا سكوير. السالب ده زاويته 180. السالب زاويته 180. خلاص كده؟ طيب لو اس باور 3 هتبقى ايه؟ جي اوميجا باور 3. يبقى جي باور 3 دي اللي هي مين؟ نيجاتيف جي. نيجاتيف جي دي اللي هي سالب 90 او موجب 270. هي هي. صح ولا لا؟ تمام؟ يبقى خلاص الكلام بقى. لو عندي اس زاويتها 90، اس سكوير 180، اس باور 3 زاويتها ايه؟ 270. واحد على اس هتبقى ناقص 90، واحد على اس سكوير ناقص 180، واحد على اس كيوب ناقص 270. خلاص كده؟ هي المشكله دي؟ تمام؟ يبقى دي مجموعه الزوايا لو جت معاك الاس لوحدها 90، اس تربيع 180 وهكذا. ماشي؟ طيب ده الاشكال العاديه اللي هي الاسات. طب الاشكال اللي هي النوع الثاني، واحد زائد اس على حاجه دي زاويتها ايه؟ لا دي لازم اثبات بقى. واحد لو ال H of S واحد زائد اس على 10 دي الزوايا بتاعتها اجيبها ازاي؟ بص بقى هتقول ان ركز بقى معايا برضه الاثبات ده هيبقى فاكس يعني وهناخد الكونكلوجن في النهايه وخلاص. هنا هتبقى ال H of G اوميجا الاول بكام؟ ها؟ واحد زائد حد يقول لنا بقى جي اوميجا على 10 دي زاويتها ايه دي؟ 90. لا 90 ايه؟ لا الزاويه دي كام؟ الزاويه دي تان انفرس. ليه تان انفرس؟ هل دي اس بس؟ يعني هل دي اس بس زي دي؟ لا دي واحد زائد اس على حاجه فهتبقى واحد زائد جي اوميجا على 10. الرقم ده ايماجنري فايماجنري يبقى زاويته تان انفرس الايماجنري على دي. صح كده؟ اللي هي تان انفرس اوميجا على 10. خلاص كده؟ طب دي هرسمها ازاي يعني تاني اوميجا على 10؟ هترسمها برضه بالابروكسيميشنز، يعني هتكون لو الاوميجا اقل بكتير من ال 10 او الاوميجا بتساوي ال 10 او الاوميجا بتساوي اكبر بكتير من 10. خلاص؟ احنا ليه ما خلناش الواحد معاك؟ الايه؟ الواحد يعني ايه الواحد؟ ما هو الواحد معانا، ما هو الواحد واحد زائد جي اوميجا على 10 تاني انفرس الايماجنري اللي هو ده على الواحد. ماشي؟ خلاص؟ احنا دايما هنظبط الاشكال تبقى واحد زائد حاجه. دي لما نخش في المساله نفسها اقول لك ان انت دايما بتظبط الاشكال واحد زائد اس على حاجه. ماشي؟ طب لو كانت المساله اس زائد 50 مثلا، لا هتاخد ال 50 دي بره. كومن فاكتور عشان تبقى واحد زائد اس على حاجه. تمام؟ طيب دي كده اسمع دي كده الاوميجا. عايزين نجيب الابروكسيميشنز بتاعتها. انتوا معايا ولا ايه لحد دلوقتي؟ ماشي؟ هو ممل شويه بس يعني لازم تفهم القواعد دي عشان تعرف ترسم. ولا عايزين نخش على طول في الرسم يعني؟ يعني لازم اول واحده يعني هو الجزء ده رسم بس يا باشمهندس؟ ايه؟ الجزء ده رسم بس؟ لا طبعا الرسم ده البدايه يعني الرولز بتاعت الرسم ده البدايه. هو عليه قد ايه يعني مثلا نص الامتحان مثلا نص الفرق؟ لا 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 ولا اي حاجه يعني هو الجزء ده بس يعني ده البيزكس يعني انت مثلا لما تيجي تقول لي مثلا ايه الجامعه الطارحه عليه ايه؟ لا انت لازم تبقى عارفه عشان تحل المساله. قصدي جزء الفريكونسي ده يعني عليه جزء يعني هنفضل فيه لغايه اخر السنه ولا لا 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 في حبه حلوه يعني مثلا اسبوعين ولا حاجه وبعد كده هنكمل بعد كده الجزء نرجع للكلام بتاع الديفرنشال امبليفاير والفيدباك ومش كل حاجه.
فلا الفريكونسي ده حاجه في النص كده، بس هي طبعا هو يعني الكور بتاع المنهج الفريكونسي ريسبونس ده هو اصعب حاجه في المنهج عموما. ماشي، لان الرسم ده حاجه هنستخدمها بعد كده، ان انا اجيب مثلا هيرسم لك رسمه كبيره كده كومن اميتر كلها كاباسيتورز ويقول لك هات لي ايه السيمبل فريكونسي ريسبونس بتاعها. فانت لو ما بتعرفش اصلا ترسم القواعد دي خلاص مش هتعرف ترسم حاجه. تمام، فاهم؟ فمفيش حاجه اسمها ده هيبقى عليها تيبل الامتحان، لا ده الاساس اللي انت هتعمل يعني هتشتغل بيه بعد كده. ماشي خلاص. طيب بص، وكان في امتحان قبل كده كان بيجيب لك يعني امتحان فاينل مثلا من سنتين جاب مساله اتش اوف اس بالاس دومين عادي خالص مش امبليفاير وقال لك ارسمها. ماشي، او برده كان في ميد ترم برده جاب لك الاس بلين، فاكر الاس بلين؟ او يعني ما عندكش اتش اوف اس، لا اداك هو الاس بلين وقال لك ارسم لي برده الرسمه دي. فانت الاول تجيب الاتش اوف اس وبعد كده ايه ترسم. تمام، طيب المهم بقى خلينا نكمل بقيه الفانكشنز. يلا هنا لو الاوميجا صغيره، اسمع الاوميجا صغيره ايه اللي هيحصل؟ تاني انفرس رقم صغير بكام؟ بزيرو تقريبا. فبالتالي يبقى هنا الزاويه هتساوي صفر. طيب اوميجا كبيره يعني تاني انفرس تنس تو انفينيتي هتبقى ايه؟ 90. يبقى ماجنتيود الاتش او زاويه الاتش 90. طب لو الاوميجا ب 10 بالظبط، 10 على 10 بكام؟ 1. يبقى تاني انفرس 1 ب 45. فبص الزوايا من الاخر، اسمع قبل الكات اوف فريكونسي بتبقى صفر، بعد الكات اوف ب 90. طيب الدكتور قال كده صراحه بقى في الجزء ده هتعمل اللي هيحصل. بص لو دي ال 10، اسمع لو دي، او خلينا بس عشان ما نبقاش حاله خاصه يعني، لو دي 100 خليها 100 عشان ايه ما تبقاش حاله خاصه. لو دي 100 فانت هتيجي عند ال 100 تعمل ايه بقى؟ تتحرك قبلها. اسمع اصغر من 100 بكتير معناها ان قبلها بدقيقتين، بالنسبه لنا اصغر بكتير يعني قبلها بدقيقتين. طب اكبر بكتير معناها بعدها بدقيقتين، خلاص كده اللي هو هنا. ماشي، اللي هي 10 باور كام؟ 3. فين الاوميجا كات اوف؟ اهي هي دي الكات اوف. يبقى اتحركت قبلها بدقيقتين وبعدها بدقيقتين. قبلها بدقيقتين هتبقى بكام؟ صفر. بعدها بدقيقتين هتبقى ب 90، صح كده؟ فهتلاقي دي 90 درجه. وفي النص بالظبط 45، خلاص؟ هتلاقي اول خط مستقيم كده ويثبت على 90 بعد كده على طول، خلاص؟ يبقى الشكل بتاع الزاويه، الشكل بتاع الزاويه بتعلم على النقطه الكات اوف، خلاص كده؟ ادي ال 100. قبلها بدقيقتين وبعدها بدقيقتين بتقول قبلها بدقيقتين هتبقى بزيرو وبعدها بدقيقتين هتبقى بكام؟ ب 10، خلاص كده؟ هي المشكله دي؟ ايوه يا جماعه. ماشي، الزاويه عامله ايه؟ هي الزاويه؟ اه دي الزاويه، كده الزاويه، انا دلوقتي برسم الزاويه خلاص. الزاويه اجينست لوج الاوميجا بتاع الشكل ده، تمام؟ انت كنت بترسم الديسيبل اجينست لوج الاوميجا، دلوقتي برسم الزاويه، ماشي؟ يبقى بص الشكل بتاع الزاويه هتبقى هتيجي عند الكاتو قبلها بديكيد وبعدها بديكيد، هتقول قبلها بديكيد بزيرو، بعدها بديكيد بكام؟ ب 90، خلاص كده؟ طب سؤال بقى، لو نفس البراكت بس تربيع، لو نفس البراكت ده بس تربيع هيحصل ايه؟ حد عارف؟ لو نفس البراكت تربيع ده كده سكوير، فدي هتبقى تان انفرس اوميجا على 10؟ لا، هتبقى 2 تان انفرس اوميجا على 10. ليه يعني؟ بص لو 1 زائد اس على 100 في 1 زائد اس على 100 هيبقى تان انفرس زائد التان انفرس، صح ولا لا؟ يعني 2 تان انفرس. يعني خلاصه الكلام الارقام دي هتضرب في جنب في 2، فالرسمه ساعتها هتبقى نفس الشكل ده بس قبل ال 100 بكام؟ 0، بس بعد ال 100 بكام؟ 180، وعند ال 100 بالظبط 90، صح كده؟ فالرسمه هتبقى كده، يبقى اللي انا راسمها دي مين؟ 1 زائد اس على 100 الكل تربيع، دي زاويتها، صح كده؟ ودي 1 زائد اس على 100 بس، ماشي؟ طب لو في الدنيا يعني لو بول بقى مش 0 هتبقى ايه؟ هتبقى نفس الكلام بس الزاويه سالبه. ليه سالبه؟ لو 1 على 1 زائد اس على 100 مش ده هيبقى نيجاتيف تان انفرس، صح كده؟ فهيبقى الزاوية سالبة، يعني هتبقى كده، والتل اللي هي دي هتبقى كده، دي عند الناقص كام؟ 90، ودي عند الناقص 180، دي اسمها 1 على 1 زائد اس على 100، أما دي رسمة 1 على 1 زائد اس على 100 بس سكوير، تمام؟ واضح؟ يبقى بص الزاوية عموما، الزاوية عموما دايما بتربطها في دماغك ان انا بقف عند الكات اوف
بمشي بعدها بديكين وقبلها بديكين خلاص كده. قبلها بديكين الزاويه بصفر، بعدها بديكين الزاويه بكام؟ ب 90 خلاص كده. ده لو 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 ايه لو الاوردر 1. طب لو الاوردر 2 هتبقى بعدها الزاويه ب 180 خلاص. طيب بص في هنا كونكلوجن مهم، اسمع البول بيعمل ايه والزيرو بيعمل ايه. ها بص في رسمه الجيم الماجنتيود بتاع الديسيبل، يعني رسمه الديسيبل الزيرو بيزود السلوب ولا بيقلله؟ بيزوده. بيزوده كام؟ 20. ها 20 ديسيبل فيرتيكال. طيب البول بيقلله 20 ديسيبل فيرتيكال، حتى عامل اعتراض. الزاويه نفس الكلام، الزاويه الزيرو بيزود الفيز ولا بيقلله؟ بيزود. اهو يعني بص ده زيرو ولا لا؟ زيرو. ده كام؟ 2 زيرو صح كده؟ بيقول لك الزيرو الواحد، الزيرو الواحد بيعمل كونتريبيوشن للزاويه او بيزود الزاويه بقيمه قد ايه؟ قبلها كان زيرو بعدها كان ايه؟ كان 90 صح كده؟ تمام؟ طيب الثاني ده قبلها كان زيرو بعدها بقى بكام؟ ب 180. يبقى الزيرو الواحد بيزود الزاويه عموما كام درجه في النهايه؟ 90 درجه خلاص كده؟ طيب البول الواحد بيعمل ايه؟ بيقلل الزاويه 90 خلاص كده؟ يبقى بص خلي بالك بس عشان ايه؟ هنا هخش في قصه ليفت هاند بول ولا ليفت هاند بلين ولا رايت هاند بلين، واحده واحده. دول كلهم اللي انا شغال عليهم دول بيسموا ليفت هاند بلين زيرو او بول ولا رايت هاند بلين؟ رايت هاند بلين. اه سلام. ده ليفت هاند بلين بول ولا رايت هاند بلين بول؟ ليفت هاند بلين. ليه عرفت منين يا باشمهندس؟ متنجم يعني؟ واحده واحده. بص واحد زائد اس على 100، اسمع بس واحد زائد اس على 100 ده زيرو ولا بول الاول؟ زيرو. الاس زيرو ده بكام؟ بناقص 100. بناقص 100 مش انت بتساوي ده زيرو؟ ده ليفت هاند بلين ولا رايت هاند بلين؟ ليفت هاند بلين صح كده؟ طيب وده بول صح كده؟ الاس بول دي بكام؟ ناقص 100 برضه صح ولا لا؟ يبقى دول كلهم ليفت هاند بلين. كل الناس متفق على كده ولا لا؟ فلو قال لك الام سي كيو مثلا ام سي كيو عموما يعني ان الليفت هاند بلين بول بيزود ولا بينقص الزاويه؟ ها؟ ديكريز ديكريز بيزود ولا ديكريز؟ او خلينا بلاش نزود عشان خلينا نبدا بالزيرو الاول عشان بيزود الاول يعني زيرو ده بيعمل ايه؟ انكريز فيز باي 90. يعني ايه انكريز؟ اسمع بيعمل كونتريبيوشن ان هو يعني هو بيزود الفيس ب 90 درجه. يعني انت الفيس كان زيرو لما ظهر، اسمع لما ظهر الزيرو بتاعك ده زود الفيس في النهايه بكام؟ ب 90. طيب اما الليفت هاند بلين بول ده ديكريز ديكريز الفيس باي 90 خلاص كده؟ في حاجه مشكله في القصه دي؟ ماشي؟ طيب انا هعمل لكم دلوقتي واحده رايت هاند بلين وانتوا تقولوا لي هيحصل ايه بقى؟ خلاص كده؟ يعني ايه رايت هاند بلين اصلا؟ بص لو ادالك اسمع لو ادالك ال H of S واحد ناقص S على 100، واحد ناقص S على 100، حلو؟ هتعامل ازاي؟ بص بيقول لك الماجنتيود ملوش دعوه بالنيجاتيف اصلا، الماجنتيود في الدنيا كده ملوش دعوه بالسالب، ليه؟ لان انت في الاخر كماجنتيود مش انت بتقعد تعمل جذر تربيعي بتاع ده سكوير زي ده سكوير صح كده؟ فهل النيجاتيف بتخصك في حاجه؟ لا. ف اسمع بقى لو قبلك اتش اوف اس ايكوال 1 ناقص اس على 100 فانت كده في الماجنتيود كانك ما شفتش السالب خلاص، يعني رسمه الماجنتيود هي هي نفس رسمه الايه؟ البوزيتيف. هي مشكله؟ النيجاتيف بتاثر في مين بس؟ في الزاويه. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ ها؟ تاني لو انا لو ادالك مساله اسمع بقى لو ادالك البراكت اللي هو كده مثلا h of s equal 1 minus s على 100 وقال لك ارسم لي رسمه الماجنتيود والفيز فالماجنتيود هتبقى عامله ازاي؟ الاول نبدا بالماجنتيود. الماجنتيود هيبقى عامل ازاي؟ h ديسيبل اجينست لوج لوج. ها؟ بص الماجنتيود مالكش دعوه بالنيجاتيف يعني كانك ما شفتوش فده هتيجي عند ال 100 قبل ال 100 بيبقى بكام؟ زيرو بعد ال 100 السلوب بكام؟ بوزيتيف 20 ديسيبل بير ديكي. حتى عامل اعتراض على كده؟ واضح؟ ما تاثرش. امال التاثير هيبقى فين؟ في الفيز في الفيز. بص الفيز طالما فيه نيجاتيف
انا هقول لك اثباته ونرسمه. لو في نيجاتيف هيبقى الفاي الاتش يعني هتساوي كام بقى؟ واحد ناقص جي اوميجا على 100. مش انت في الاس تحط جي اوميجا؟ واحد ناقص جي اوميجا على 100 دي هتبقى تان انفرس الايماجينري الكامل الايماجينري نيجاتيف اوميجا على 100 صح كده؟ اللي هي نيجاتيف تان انفرس اوميجا على 100. يعني خلاصه الكلام هتبقى شبه دي ولا لا؟ نيجاتيف الزاويه سالبه. حلو. فالرسمه هتبقى عامله ازاي من الاخر؟ الرسمه هتبقى بالمنظر ده. هتيجي كرسمه الفيز بقى، رسمه الفيز هتيجي عند ال 100. حلو. الفيز بتتعامل ازاي؟ قبل الديكيد وبعد الديكيد صح كده؟ قبل الديكيد وبعد الديكيد. فهتيجي هنا قبل الديكيد يعني 10، بعد الديكيد بعد الديكيد يعني 1000. حلو. قبل الديكيد بتبقى كام كده كده؟ 0 صح كده؟ بعد الديكيد على حسب الشكل ده بيدي لك سالب تاني يونس، يبقى اذن الزاويه هتقل صح كده؟ يعني عند الالف هيبقى وصل لكام؟ ناقص 90. فالرسمه هتبقى بالمنظر ده ناقص 90 صح كده؟ واضح؟ لحد كده في مشكله؟ طيب الشكل اللي قدامك ده، الشكل اللي قدامك ده هيبقى، ركز بقى معايا، الشكل اللي قدامك ده كده هيبقى اولا احسب لي ده زيرو ولا كول مبدئيا، بس ده زيرو ولا كول؟ ده زيرو. بس الاس زيرو بكام؟ بوزيتيف 100 صح كده؟ طيب ده رايت هاند بلين زيرو ولا ليفت هاند بلين زيرو؟ رايت هاند بلين موجب 100 صح كده؟ يبقى الرايت هاند بلين زيرو بيعمل ايه في الفيز؟ بينقص ب 90 صح كده؟ فده برضه هتروح متضمه لاخواته هنا انه الرايت هاند بلين زيرو. طبعا انت مش هتحفظ الحاجات دي كلها، انت هتعرف بس ايه الطبيعي اللي هو ليفت هاند بلين ايه؟ زيرو. والباقي العكس بقى، يعني انت ليفت هاند بلين زيرو بيعمل بيقلل الزاويه، خلاص يبقى الرايت هاند بلين زيرو بيعمل ايه؟ بيزود بيزود ده الليفت هاند بلين زيرو انكريز الفيز، خلاص؟ يبقى الرايت هاند بلين زيرو بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ بيديكريز الفيز باي 9 ماشي؟ طبعا بص الحاجات دي مش هتأثر في الرسم يعني، انا بس دي بقولها عشان ايه؟ ممكن تتسال فيها في الكويزات والحاجات دي. دي باي 1. طيب باللوجيك بقى كده الرايت هاند بلين بول هيعمل ايه؟ هيزود صح كده؟ رايت هاند بلين بول اللي هي بتتكتب ازاي يعني يا باشمهندس؟ نفس المساله دي لو واحد على الكلام اللي هناك ده صح كده؟ ده هيبقى رايت هاند بلين بول خلاص؟ فالرايت هاند بلين بول هيعمل ايه؟ هي انكريز الفيز باي خلاص؟ طيب خلاص فيها مشكله في القصه دي؟ طيب بص احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هناخد مساله او مسالتين كده ونقعد نرسمهم ونتكلم فيهم شويه بقى ماشي؟ طيب بص يبقى احنا دلوقتي عشان بس الناس تبقى مرتبه تفكيرها كده، احنا دلوقتي عندنا كام رسمه هنرسمها؟ اثنين. رسمتين، رسمه مين؟ الديسيبل اجينست لوج الاوميجا والفيز اجينست لوج الاوميجا، خلاص كده؟ طيب الزيرو بيعمل ايه في الماجنتيود في الديسيبل؟ بيزود الميل 20. البول بتعمل ايه في الماجنتيود او الديسيبل؟ بتقلل الميل 20 صح كده؟ بتزود 20 او تقلل 20 من اي حته ولا من مكان معين؟ من مكان معين اللي هو مكان الكفر صح كده؟ طيب بالنسبه للفيز الزيرو بيعمل ايه؟ الزيرو الطبيعي اللي هو كل المساله موجبه يعني 1 زائد و1 زائد الزيرو الطبيعي بيعمل ايه؟ اللي هو ليفت هاند بلين زيرو بيعمل ايه ده؟ بيزود الزاويه 90 درجه صح كده؟ الليفت هاند بلين بول بيعمل ايه؟ بيقلل الزاويه 90 درجه خلاص كده؟ فيها المشكله دي؟ تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف الخط ده كده تحت ادالك نيجاتيف اس ماشي نيجاتيف اس دي زاويتها كام؟ ها؟ هل دي زاويتها ناقص 90؟ لو نيجاتيف اس نيجاتيف اس دي زاويتها كام؟ حد عارف؟ بص واحده واحده الاس لوحدها بكام؟ 90 والنيجاتيف لوحدها 180 صح كده؟ يبقى 180 زائد 90 اللي هي 270 صح كده؟ خلي النيجاتيف اس يعني خلي النيجاتيف دي على جنب دلوقتي لان النيجاتيف لوحدها كده 180 النيجاتيف لوحدها 180 الاس لوحدها 90 صح كده؟ ما هو نيجاتيف اس دي اللي هي نيجاتيف مين يعني؟ نيجاتيف جي اوميجا صح كده؟ نيجاتيف جي دي اللي هي زاويتها ايه؟ يا نيجاتيف 90 يا اما 270 صح ولا لا؟ يعني انت نيجاتيف اس دي اسمها نيجاتيف جي اوميجا صح كده؟ نيجاتيف جي دي اللي هي زاويه كام؟ ناقص 90 دي كده؟ ناقص 90 صح ولا لا؟
او لو انت مش عايزها كده هتعملها ازاي؟ هتقول النيجاتيف لوحدها كام؟ 180 والجي لوحدها كام؟ 90 فهيبقى مجموعهم 270 270 اللي هي ناقص 90 هما الاثنين حاجه صح كده؟ تمام؟ بس خلينا الاول بس ايه نبدا نشوف المسائل واحده واحده كده مساله طبيعيه وبعد كده ندخل فيها نيجاتيف ماشي؟ هنحل الاول مساله طبيعيه قسمناها لرسمتين الماجنتيود والفيز ماشي؟ تعالى نشوف الكلام ده حتى بقى حلو. انا مش مسالتين بس كل ما لازم بالصور مسالتين اللي هو الرسومات بتاعت الشيت وبعد كده هشوف مثلا مسائل الكويزات القديمه خلاص كده ماشي طيب تعال نشوف اول حاجه تعرف يا رسم مصر الجزء ده ولا طيب بص يلا طيب بص نبدا باول مساله بسم الله الحاجات اللي كلمات رطيش مش ابدا يحل دلوقتي عشان يلخص الدنيا رتب اللي انا كنت فاهم يا عم هيكتب لك ستيبس بتاعت الحل خلاص ستر يا رب هيكتب لك الستيبس كان بيحل حاجات صغيره انت بتسال زي ما تقدرش تشتغل عشان تصير ايه يجي لك؟ اه طبعا بس عشان ابقى واقعي معاك يعني لو انت فاكر ان ده اللي هو الجزء ده الفريكوانسي لا ده مش الفريكوانسي لوحده ده الجزء بتاع الرسمه بس لسه هناخد الامبليفاير عشان بس تبقى فاهم احنا عايزين نعمل ايه اصلا ماشي طيب واحده واحده يلا بص الشكل ده خلاص عايزين نرسم الرسمتين بتوع فاول حاجه هنتكلم فيها اللي هو حدد لي البولز وزيرو انت كده كده لازم تعمل الموضوع ده ماشي لان هو ممكن يقول لك ارسم البول دياجرام ورسم لي البولز والزيروز في الاس بلين فاحنا عايزين نخلص من القصه دي البولز والزيروز تعالى نحدد الزيروز الاول الزيروز هيبقوا بكام؟ الزيروز هيبقى اثنين زيروز اللي هو اس 01 ايكوال 0 واس 02 ايكوال 0 واس 03 ايكوال كام؟ نيجاتيف 10 باور 3 خلاص كده؟ الاوميجات بتاعتهم الاوميجا 01 لا هي مودلس خلاص الاوميجا ما فيش حاجه اسمها سالب دي الاوميجا 03 ب 10 باور 3 خلاص ده الزيروز البولز هتبقى الاصفار بتاع اللي تحت بكام؟ في نيجاتيف 10 ونيجاتيف 10 ده اثنين بولز يبقى اس بي 1 واس بي 2 هما الاثنين دول بنيجاتيف 10 وفي نيجاتيف 10 باور 5 وفي نيجاتيف 10 باور 8 حد بس يشوف الناس زمان بتعمل ايه يا جماعه؟ هيخسر ان شاء الله مش بلد؟ اه طبعا هنخسر مع عشرة انا هشوف طيب ده كده يلا ده كده الايه؟ يلا طيب ده كده اللي هو اس بي واحد يلا بقى الاس بي واحد والاس الاوميجات بتاعتهم مجبده يا باشمهندسين يلا الاوميجا بتاعتهم مهمة الاوميجا في واحد ب 10 ونفس الكلام في 2 واحد صفر مش جميل بقى زمان انا قلت له ليه هو بيلعب يلا خلاص يلا دي اول خطوه يلا اول خطوه اللي هي تحدد الزيروز ماشي طيب بص مبدئيا كده الزيروز دي هنرسم الاول الديسيبل الزيروز دي بتعمل ايه في الجين بتاع في الديسيبل بتعمل ستريت لاين الميل بتاعه بوزيتيف 20 صح كده دي بتعمل بوزيتيف 20 ودي بتعمل بوزيتيف 20 كمان صح كده ودي بتعمل ايه بوزيتيف 20 كمان حلو بس دي بتظهر امتى الاثنين دول بيظهروا امتى اللي على الزيرو بيظهروا لا بيظهروا من اول الرسمه فدول موجودين من البدايه صح كده لكن اللي عند ال 10 باور 3 دي ده بيظهر وصل الريكورد لا لا انا بقول كل واحد لوحده بيعمل ايه ده لوحده كام 20 20 وده كده لوحده لما يظهر 20 ده لوحده لما يظهر 20 يا عم هو بوظه عشان ده انت بوظه لا 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 انت مالكش دعوه بالباور بتاع التردد انا ماليش دعوه بيه انا هنا واحد زائد اس على 1000 انا ماليش دعوه باور كام انا يهمني البراكت ده باور كام ده باور 1 بالتالي ما تبصش لل 10 دي باور كام؟ مالهاش دعوه بال 10، مالهاش دعوه بالكات اوف فريكونسي رقمها اصلا زي ما يكون انا يميل البراكت بتاعها خلاص كده؟ طيب بص نرسم مع بعض بقى الكلام ده فهتيجي ترسم
ادي ال اتش ديسيبل ادي ال اتش ديسيبل اجينست ال لوج الاوميجا خلاص كده. طيب وبعدين هترسم بقى طبعا بالمسطره كده المسافات دي متساويه اللي هي مين بنبدا هنا الاوميجا بواحد خلاص. بعد كده هتفضل مكمل لحد ال 10 باور 8 ممكن تكمل بعديها بواحده كمان 10 باور 9 ماشي. هتقسم كده 10 10 سكوير 10 باور 3 مسافات متساويه دي 10 باور 4 10 باور 5 10 باور 6 10 باور 7 باور 8 خلاص. دي كده ال 10 اللي هي الايه الاشكال بتاعت اللي هي الفريكوانسي ماشي. طيب ومن فوق تقسمهم ازاي ديسيبل 20 40 وهكذا مسافات متساويه برضو 20 40 60 80 ومن تحت للسالب ممكن ما تكتبوش كتير قوي يعني يبقى هيكتب 20 نيجاتيف خلاص كده. دي الشكل بتاع الديسيبل اجينست الاوم ودي زيرو ديسيبل ده كده زيرو ديسيبل ماشي. طيب بص اول حاجه تبص عليها الاس اللي لوحدها اول حاجه تبص عليها الاس لوحدها ماشي. الاس اللي لوحدها هنا اس سكوير صح كده. يبقى انا عندي اول ميل بكام اول ميل هيقابلني هو 40 ليه اشمعنى يعني لانه الاس الاس لما تساوي 0 دي معناها ان هي بتظهر فين عند الموازي فين صح كده. هل بتظهر عند قيمه معينه؟ لا دي موجوده من الاول خالص حلو. يبقى انا الميل اصلا جاي لي كام جاي لي 40 صح كده. ليه 40 عشان الاس فوق عشان الاثنين زيروس. طب لو الاس سكوير تحت هيبقى سالب 40 لان 2 بولز صح كده. فدول اول حاجه تبص عليها الايه الاس اللي لوحدها ماشي. فالاس اللي لوحدها هنا اهي سكوير يبقى دي 40 ديسيبل فيرتيكال ماشي. طيب بتمر بمين بالاوريجن يبقى دي كده 40 ديسيبل فيرتيكال بتمر بالاوريجن يعني هتمر من هنا وعند هنا دي كده هتبقى لو انا مثلا لو هنا في بوينت 1 يبقى ده كام هتبدا من هنا مش ده كده دي كده وده كده ال 40 فده الخط بتاعك اللي هو 40 ديسيبل فيرتيكال. طيب الخط ده هيفضل مكمل الى ما لا نهايه صح ولا لا؟ طيب بص المفروض طبعا ان كانك بتجمع التربات على بعض بس احنا مش هنقعد نجمعها انا هقول لك هتعملها ازاي. بص هتفضل مكمل بالخط ده لحد ما تقابل بول او زيرو لحد ما تقابل بول او زيرو ماشي؟ بص اول بول او زيرو هيقابلني مين الرقم اصغر رقم ده 10 10 ده ايه؟ بول صح؟ يبقى انت عند ال 10 هتيجي تخبط في البول صح كده؟ حلو فادي عندك كمل لحد ال 10 كمل لحد ال 10 طيب المفروض يا عم احفظ عند ال 10 تكون وصلت كام بس مبدئيا؟ 40 اشمعنى؟ مش ده دي كام؟ صح؟ ودي كام؟ 40 اهو يبقى 40 ديسيبل فيرتيكال مظبوط ماشي؟ طبعا انت لازم تقسمه لسكيل يعني ال 40 ده تبقى رسمه ازاي؟ هتتحرك ديكيل وتنزل 40 اهو هنا ما بين النقطة دي والنقطة دي فكده توصل ما صح ولا لا؟ ماشي؟ طب هنا كده انا وصلت ل 40 حد الناس ده عندها اعتراض بقى هنا على الكلام ده لحد دلوقتي مفيش مشكلة. أول ما وصلت لل 10 هيحصل إيه؟ هتسأل نفسك سؤال هي البول دي بتزود ولا بتقلل؟ بتقلل ها؟ البول بتعمل إيه؟ بتقلل البول بتقلل صح كده؟ البول دي تكريز السلوب باي كام؟ 20 البول الواحدة بتقلل يبقى دي هكتبها لك هنا إيه؟ انكريز البول زيرو انكريز السلوب باي بوزيتيف 20 ديسيبل بير ديكريز دي بتعمل ايه البول دي بتعمل ايه؟ ديكريز السلوب باي نيجاتيف 20 انا مش طيب فخلينا في الزيرو سوري خلينا دلوقتي في المساله بتاعتي المساله انت بادئ في الاول خالص بكام؟ 40 ديسيبل بير ديكريز ليه مين حدد لك البدايه؟ الاس اللي لوحدها خلاص منها دي؟ طيب هتفضل مكمل كده لحد فين يعني؟ لحد اما اهبط في اول حاجه تقابلني سواء زيرو او بول خلاص؟ فاول حاجه هتقابلك هي ال 10 حد عنده اعتراض؟ طيب يبقى عند ال 10 بص انا يفضل يعني لو انت لسه مبتدئ بقى اتعلم عند الايه الحاجات اللي هتقابلك هيقابلني عند ال 10 حاجه وعند ال 10 باور 5 وعند ال 10 باور 3 وعند ال 10 باور 8 دي الحاجات اللي هتقابلني فيها حاجات صح كده؟ الترددات اللي هيقابلني فيها حاجات سواء بول او زيرو. طيب بص انا كنت ماشي ركز معايا كنت ماشي بسلوب 40 بالمية خبطت فيه عند ال 10 خبطت في مين؟ في 2 بولز
مش ال 10 دي فيها اثنين بولز خليهم اربعه. البول الواحده بتنزل لي كام؟ 20. وانا كنت اصلا كام؟ 40. فواحده واحده انا هنا في اثنين بولز يعني عايزين ينزلوني بكام؟ 40. وانا اصلا كنت كام؟ 40. فلما اجمع الكيرفين على بعض هزل صح كده؟ ليش معنى؟ انا كنت بوست 40 والاثنين هنا دول عايزين الاثنين بولز دول بيعملوا سلوب بناقص 40 صح كده؟ فلما تجمع الكيرفين دول اللي هو بوست 40 وناقص 40 هتثبت صح كده؟ تمام؟ يبقى هتثبت في الجزء ده كده. هتفضل ثابت لحد فين؟ لحد التغير الجديد ماشي؟ هفضل ثابت على ال 40 لحد التغير الجديد اللي هو ده هيحصل هنا. اه ال 10 باور 3 دي ايه؟ زيرو صح كده؟ زيرو بتزودها صح ولا لا؟ هزود السلوب الى 20 يبقى هفضل ماشي بيه لحد فين بس لازم احدد لحد 10 باور 5 فواحدة كده انا مشيت دي كام؟ يبقى طلعت كام؟ 60 صح كده؟ طب هكمل كمان عشان اوصل ل 10 باور 5 كده انا وصلت لكام؟ 80 وقف يبقى المين ده كام؟ هعلم عليه 20 ديسيبل لكل دي كام خلاص؟ ماشي؟ يبقى انا الدي كام دلوقتي انا كنت 40 لما مشيت دي كام؟ بقيت كام؟ 60 كمان دي كام؟ بقيت 80 وقفت هنا ليه؟ عشان هيحصل حاجه هنا صح كده؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ ده بول صح كده؟ بول بتعمل ايه؟ بتقللني 20 وانا كنت بوست ب 20 فهيحصل ايه؟ هزبط هفضل ثابت لحد 8 يبقى هفضل ثابت على 80 كده لحد 8 صح كده؟ طب هنقف فين؟ عند ال 8 حصل ايه؟ دي ايه دي؟ ها؟ بول 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 يبقى بتنزل صح كده؟ بتنزل بكام؟ ب 20 فخلاص هتنزل كده والميل ده هيبقى اسمه ناقص 20 ديسيبل بير دي هي المشكلة دي؟ لا هو انا عند النقطة اللي هي 40 اه دي اللي على الشمال عايز يطلعني 40 اللي على اليمين عايز بالظبط 40 ايوه فهتثبت يعني انت كانك بتجمع كيرفين حلو في كيرف هنا ده لوحده كان عايز يكمل كده ولا لا؟ كان عايز يكمل وبتاعت الكولز لو رسمتها لوحدها كنت هتلاقي ايه عند الكول اللي هنا دي في اثنين كول فكنت هتبقى عايز يعمل كده صح؟ فلما تجمع الكيرف ده والكيرف ده هيحصل ايه في الاخر؟ سلوب هيبقى زيرو صح كده؟ تمام؟ فعشان كده لما ارسمها في دماغك على طول بقى مش هتقعد كل مره ايه تجمع انت على طول كول ولا زيرو هتنزلني ولا هتطلعني احسبها كده صح؟ يبقى عيدها تاني اسمع ركز معايا عيدها تاني يلا انت مش جايب الاجابه صح؟ صوت يا جماعه خلاص؟ اقول تاني كلام اول حاجه في الرسم بتاع الماجنتيود خلاص اسمع خلاص الصوت بص اول حاجه في رسمه الماجنتيود ان انت بتشوف الاس سكوير لوحدها خلاص؟ طيب الاس لوحدها سواء فوق او تحت كده هفضل مكمل بيها لحد ال 10 لان دي هيحصل هنا حاجه ال 10 دي حصل فيها ايه؟ اثنين بولز يبقى هينزلوني عايزين ينزلوني بناقص 40 ديسيبل وانا كنت اصلا 40 فايه اللي هيحصل؟ هزبط خلاص لحد 10 باور 3 ايه اللي هيحصل؟ هقابل الباور 3 بقابل زيرو زيرو يطلع لي ب 20 ديسيبل صح كده؟ لحد فين؟ لحد 10 باور 5 اول لما تيجي 10 باور 5 عايزة تنزل لي بسلوب 20 فهزبط ان انا كنت بوست ب 20 صح كده؟ دلوقتي انا زيرو فقابلني هنا كول نزلتني بكام؟ ب 20 هي مشكلة؟ يطلب ايه مفسر عشان اعمل له كل ده؟ يطلب ارسم البوت دايجرام بس ارسم البوت دايجرام كمان يديله زاوية دي كده اللي احنا كنا بنعمله بقى 45 و90 ده الفيز لسه ما رسمتش الفيز ده لسه كده ما جديد بس في نفس المسألة يعني تحت بعض يا باشمهندسين الرسمتين بتاع الماجنتيود والفيس تحت بعض خلاص كده دي رسمه الماجنتيود هاجي تحتها بقى ترسم مين الفيس ماشي تعال نشوف الفيس ده بيترسم ازاي لو عندنا 40 كده انا فاهم البول عايزه تنزلني 20 اه فكده هتبقى بوزيتيف 20 طبعا دي انت كده 40 ماشي بسلوب 40 قبلك هنا بول ولا زيرو؟ بول لا بول يبقى هيتنزل صح كده؟ بول واحده هتنزلها كام؟ 20 انت كنت 40 اطرح منها 20 تبقى تمشي بكام؟ ب 20 فهتمشي ب 120 بس بالبرد دي مش 20 صح كده؟ زيرو عشان قابلني اثنين بولز فنزلوني بناقص 40 وانا كنت 40 اصلا فبقيت زيرو صح كده؟ تمام طيب بص اسمع بقى عشان برضه السؤال ده بيطرد لو قلت لك هات لي الجين اسمع
هات لي الديسيبل جين، الديسيبل جين عن الاوميجا ايكوال 10 باور 6 هتبقى بكام؟ الديسيبل جين عن 10 باور 6 تطلع 80 صح كده؟ طيب طب الاكتوال جين بقى يعني جين مش بالديسيبل الاكتوال جين عارف اجيبها ولا لا؟ 80 بالديسيبل ايكوال 20 لوج الجين صح كده؟ تعرف تحسب الجين صح؟ طيب في سؤال مهم بقى لو قال لك هات لي الاكتوال جين هات لي يعني الجين ان ديسيبل الاكتوال جين ان ديسيبل عن كورنر فريكوانسي ركز بس في الحته دي كورنر فريكوانسي دي يعني مين 10 مثلا حلو اه خلي بالك ما تقوليش ان 10 هو ال 40 غلط ليه بقى ان هو ايه الاكتوال جين ان ديسيبل صح كده اه خلي بالك مش احنا قلنا عند نقطه الكاتوف دي بيبقى فيه فاكرين الثلاثه والسته والحاجات دي طيب واحده واحده المفروض حق ربنا يعني الشكل ده ما يبقاش كده الكيرفيتشر دي ما تبقاش كده تبقى كده صح ولا لا تمام طب دي بتطلع يبقى كده تمام طب دي هتبقى عامله ازاي كده ماشي دي كده في مشكله كده طيب بص المفروض عند العشرة الجين انديسيبل ات اوميجا ايكوال 10 حد يقول لنا اولا ده كان ميل بكام 40 بقى 0 صح كده يبقى انت كده من الاخر في 2 بول صح ولا لا حلو الكل واحد بينزل يعني عند الاكتوال بيبقى بكام نيجاتيف 3 صح كده وانا عندي كام 2 فيبقى المسافه دي قد ايه سالب 6 صح كده يبقى الجين الفعلي هنا بكام ب 34 خلاص كده يبقى الجين هنا الفعلي الاكتوال ده ب 34 لان المسافه دي بكام ب 6 صح كده ليه 6 لان هنا مفيش بول واحده ده في 2 بولز صح كده البول واحده بتنزل ب 3 الاكتوال يعني اكتوالي بتنزل ب 3 فهنا دي هيبقى الكلام ده 4 ثانية واحدة عادة 34 طيب اللي بعدها هنا مثلا عند 10 باور 3 الجين انديسيبل ات اوميجا ايكوال 10 باور 3 ده هتساوي كام؟ بص ال 10 باور 3 اهي اهي كده هنا حلو مبدئيا كده دي كانت اصلا كام؟ دي كانت 40 صح كده؟ طيب هنا كنت تزيد يعني كان الميل بتاعك صفر فجأة بقيت ايه؟ 20 يبقى في هنا ايه؟ زيرو الزيرو بيعمل جين عند الكاتو بكام؟ زيرو واحد ثلاثة صح كده؟ يبقى المسافة دي أنا عرفت إن هي ثلاثة ديسيبل يبقى إذا الجين الفعلي بقى هنا كام؟ 40 زائد الثلاثة 40 أهي زائد الثلاثة دي يبقى 43 تمام؟ ثلاثات ثابتة؟ اه ثلاثات ثابتة البول أو الزيرو بتعمل ثلاثة الزيرو بتعمل ايه؟ احنا بنعمل شوف في الزيرو عند الكات اوف فريكوانسي بيطلع الاكتوال بتاعه 3 بيطلع 3 عن الطبيعي صح كده؟ البول بينزل 3 طب لو 2 زيرو هيزوده 6 خلاص؟ قول لي بس لا خلاص كنت بسأل حضرتك ليه ده اعتبرناه فولز يعني اه لان هو هو طالما نزل خلاص انا الاسلوب بتاعك كان موجب فانت كده نزلت صح صح طيب ممكن حد يجاوب تاني كنت عايزين نمشي 10 باور 5 جيم الرقم ده هيكمل عند ال 10 باور 5 هي حد هيبقى كام بقى هنا؟ 83 صح؟ الميل كان اصلا كام؟ 20 بقى 0 يبقى في هنا ايه على طول بالعقل؟ 2 بول بول واحد البول بتعمل نزل 3 بتنزلك 3 فدي هتبقى 77 فاهمين الفكره؟ انت خليك تصور ليه برضه خلاص واضحه؟ صورت خلاص المره دي بجد بقى المره دي بجد ما هو بتشوفي الاسلوب ما هو اصلا كده كده من المساله يعني انت اصلا سالت ازاي؟ ما فيش تاني المساله صح؟ فانت كنت 40 ديسيبل وبقيتي زيرو اكيد عند ال 10 في 2 بول انت سبتيها كده ليه؟ اكيد عند ال 10 في 2 بول صح؟ اي عند ال 10 في 2 بول صح؟ فده اللي خلاني اصلا بالشكل ده تمام؟ طيب يبقى ده كده يلا خلاص ده كده الاكشوال ايه؟ الاكشوال جين انديسيبل بيبقى دايما ممكن تسال فيه عند الكورنر فريكونسي خلاص؟ طيب هرسم معاكم دلوقتي الفيز هنرسم معاكم دلوقتي الفيز بصوا الفيز الحقيقه ما ينفعش ترسمه مره واحده لازم تبدا كده اسمع لازم تقسم المسألة ازاي؟ تعال نشوف الكلام ده لحد دلوقتي بس ما اليوتيوب ده فيه مشكلة ها؟ تعال نشوف الفيز نرسمه ازاي؟ حاجات في المحاضرة ولا تعال نشوف الفيز عايز اقول ايه
بالنسبه لي الفيز بقى عايزين نرسم دلوقتي الفيز اللي هي زاويه الاتش ماشي. لا لا طبعا تحتيها نرسم يعني ترسم كده كده رسمه المجنتين خلاص خلصنا منها تحتيها على طول تروح شادد خط كده مكمل الكلام ده وترسم رسمه الفيز تحتيها خلاص كده. بس انا مسحتها بس عشان ايه ارسم الفيز لوحده كده على الصبوره بس انت بترسمه تحت ماشي. طيب بص بالنسبه لرسمه الفيز اول حاجه بتعملها بتشوف فين الكورنر فريكوينسي فين الكورنر فريكوينسي ال10 الحاجات اللي احنا معلمين عليها اللي هي الجاب فريكوينسي او اماكن البولز والزيروز اماكن البولز والزيروز. حد عمل اعتراض واضح انزلي بيهم تحت. بص هتيجي على جنب كده لازم تحدد السلوبس بتوعك عاملين ازاي. بص ركز بقى معايا هنا اولا ده كده اللي هي العشرة دي قبلها بديكيد قبلها بديكيد وبعدها بديكيد قبلها بديكيد اللي هي واحد بعدها بديكيد اللي هي كام؟ 100 ادي واحد وادي 100 حلو؟ ايه اللي بيحصل؟ بص اسمع اولا دي بول ولا زيرو؟ يعني لازم تبقى معرف نفسك دي بول ولا زيرو. العشرة اسمع العشرة هنا دي تو بولز صح كده؟ يبقى دي ممكن تعرفها لنفسك كده ان هنا في عند العشرة دي تو بولز وهنا عند العشرة باور 3 العشرة باور 3 في 1 0 0 1 وعند العشرة باور 5 1 بول عشان تحت والعشرة باور 8 1 بول خلاص كده. طيب من رسمه الزاويه رسمه الزاويه اولا هل في اي سالب مضايقك في حاجه هنا؟ لا مفيش نيجاتيف فايه انا مطمن حلو كلهم ليفت هاند بلين زيرو زوكوز حلو. بص مبدئيا الزيرو الزيرو بيزودك قد ايه؟ 90 والبول بينعصر 90 صح كده؟ انت اسهل طريقه عشان حته بقى بيزودك او بينعصر دي اسهل طريقه تعرف على طول ركز بس معايا في الحته دي عشان تعرف ترسم ال الزيرو شكلها كده لو ده كده مثلا زيرو طيب لو ده زيرو اسمع لو ده زيرو كده فزاويه الزاويه بتاعته هنا 90 وهنا زيرو وهنا 45 من الخط ده كام يا جماعه من الاخر يعني من الخط ده كام 45 بالموجب بوزيتيف 45 ديجري بير ايه بير دي صح كده هي مشكله ليه او كل ديكيت طلعت 45 كل ديكيت طلعت 45 ماشي بس نطاقه فين هل نطاقه شغال على طول ولا بيجي في فتره ويقف بيجي في فتره ده نطاقه قبل الديكيت وبعد الديكيت هل بعد كده الميل هيفضل 45 مدى الحياه يعني؟ لا ده بيقف عند بعد دي كده وشكرا صح كده؟ غير الجين الجين كنت بتكمل صح ولا لا؟ تمام؟ طيب بص بقى واحده واحده الشكل ده ادي ده هنا في تو بولز ركز معايا بول البول مبدئيا كده السلوب نيجاتيف 45 ولا بوزيتيف 45؟ البول مش الزيرو البول نيجاتيف 45 في كام بول هنا؟ 2 ايه ايه؟ لسه هتكلم عليهم بس انا دلوقتي بتكلم على الكاتو في الاول وبعد كده هرجع للزيرو. التو بولز دي مبدئيا البول نيجاتيف خلاص كده نيجاتيف 45 البول واحد طب انا عندي كام واحد؟ 2 يبقى هنا نيجاتيف 90 نيجاتيف 90 ديسيبل سوري ديجري بير ديجري ديجري بير ديجري خلاص كده؟ طيب ده كده اول واحد اول منطقه. طيب المنطقه الثانيه هنا في زيرو ايه النطاق بتاعه ده؟ ها؟ قبل الديكيد وبعد الديكيد صح كده؟ يعني من 10 باور 2 ل 10 باور 4. الراجل ده بيعمل ايه بقى؟ الراجل ده بيعمل ايه كده؟ الزيرو ده السلوب بتاعه موجب مبدئيا، موجب كام الزيرو الواحد؟ 45، يبقى اذا موجب 45 ديجري بير ديجري، ده الميل اللي في المنطقه دي، صح كده؟ طيب المنطقه اللي بعدها البول دي منين لفين؟ من 10 باور 4 ل 10 باور 6، من هنا ده النطاق بتاعه هيبقى الميل بتاعه ناقص 45، ناقص 45 بير ديجري. طيب هتخش بعد كده هنا البول ده النطاق بتاعه ايه؟ 10 باور 7 الى 10 باور 9 ده هيبقى السلوب في المنطقه دي قد ايه؟ كل واحد نيجاتيف 45. طيب حلو كده انت عرفت يا باشمهندس هتمشي السلوبس بتاعتك ازاي وكله تمام. هو انا اصلا بقى هبدا الرسمه منين؟ هنبدا الرسمه منين؟ برضه اللي يخليك تبدا الرسمه هي الاس لوحدها خلاص كده؟ برضه اللي يخليك تبدا رسمه الفيز هي الاس لوحدها زي ما اللي خلتك تبدا رسمه الماجنتيود هي الفيج هي الايه؟ الاس لوحدها ماشي؟ فهنا الاس لوحدها اس باور كام؟ اس سكوير فاكرين جدول الفيز؟ الاس سكوير دي كام؟ 180 صح كده؟ يبقى انا
المفروض الرسمه دي تبدا من عند 180 حلو. فتقسيمه الشكل بتاعك عايز تقسمها بقى، ممكن تقسمها 90 180، صح كده؟ ممكن تقسمها 45 90 135 180 براحتك، عشان توسع الشكل بس او تضيق براحتك ماشي. فلو قسمتها 45 90 135 180 تمام، وتحت هتبقى كام بالتساوي برضه، مثلا هتيجي بالتساوي نيجاتيف 45 نيجاتيف 90 واحده. انت بادئ من كام؟ بادئ الرسمه بتاعتك من كام؟ بادئ الرسمه 180 لحد فين؟ لحد اما اهبط في الزونز بتاعت الـ الـ اللي هي البولز والزيرو، صح؟ اول حاجه هتقابلك عند مين؟ عند الواحد، صح كده؟ اشمعنى؟ عشان عندي 2 بولز عند العشره فبيأثروا لي من واحد لمين، صح ولا لا؟ فانا هفضل ماشي كده 180 لحد فين؟ الواحد، صح؟ طيب اول ما تخبط في الواحد هتمشي على سلوب كام؟ نيجاتيف 90 لكل دي كي، صح كده؟ طيب هتفضل ماشي بيه لحد اما ايه يحصل؟ تتغير، صح ولا لا؟ لحد فين يعني؟ ال 100. طب واحده واحده، انا هي 180 الاسلوب بتاعك هينزل 90 لكل دقيقتين، يعني عند ال 10 هكون فين؟ عند ال 90، صح كده؟ لما اكمل عند ال 100 هكون فين؟ عند الزيرو، فهمشي كده لحد الزيرو واقف، صح كده؟ ده ايه؟ اول خط، يا مشكله؟ طيب الخط اللي بعده من 100 لغايه ال 10 باور 4 حلو؟ هتبقى الميل بتاعك كام؟ 45. خلي بالك هنا انت ما بتجمعش، يعني ما بتقعدش تقول انا كنت كذا وهيحصل لي كذا، لا، هنا انت بالاسلوب اللي عندك بتاخده خلاص، صح كده؟ يعني ايه؟ يعني انت كنت الميل بتاعك ب ناقص 90، هل ده مكمل مدى الحياه؟ لا لا، ده هو في المنطقه دي وبس، مش هيكمل تاني. ليه يا باشمهندس؟ الشكل ده الميل بتاعه 45 مدى الحياه ولا في الفتره دي بس؟ في المنطقه دي بس، اللي هو في قبل الديكيد وبعد الديكيد، بعد كده مفيش تقسيم، خلاص؟ طيب يبقى انت في الفيز اللي قدامك ده بترسم بيه، خلاص؟ طيب يعني ايه؟ يعني من 100 ل 10 باور 4 الميل بتاعك هيبقى بكام؟ طب لو الفريكونسي الثاني دوت اه هتقطعوا مع بعض؟ ماشي، انا هنجمع السلوب، يعني هتاخد هتعمل سوبر بوزيشن وتجمع السلوب في المنطقه دي، ماشي؟ بس خلينا الاول في المساله دي يعني عليها. طيب هنا هيبقى هتمشي بسلوب كام؟ 45 لحد ال 10 باور 4، يعني هتكون وصلت لكام؟ عند ال 10 باور 3 بقيت 45، عند ال 10 باور 4 بقيت كام؟ 90، فيبقى هنا بقيت عند ال 90، فيها مشكلة؟ طيب نعمل إيه بعد كده؟ من أول هنا لغاية ال 10 باور 6 سالب 45، يعني إذا هتكون كده هتبقى 45، كده هتبقى كام؟ 0، هتنزل للزيرو تاني. طيب وبعدين؟ ها؟ من 10 باور 6 ل 10 باور 7 هل في حاجة هنا؟ لا، يبقى أمشي 0. خلاص. طيب هنا ناقص 45، يبقى ناقص 45 يبقى تنزل كده لحد فين هنا؟ ناقص 90، ناقص 90، خلاص واضح؟ فيها مشكله دي؟ باشمهندس اول حته ليه بدانا من 180؟ ليه بدانا؟ لانه الاس سكوير لوحدها بتديك فيز 180 درجه، صح كده؟ ممتد طول الرسمه، صح ولا لا؟ ماشي؟ فيبقى ده الستارت بتاعك، يعني انت بادئ من عند، يعني دي بتبدا منين اصلا الاس سكوير دي؟ من ناقص ما لا نهايه، فانت جاي بال 180 لحد فين؟ ما يحصل بقى اي تغير يقابل التغير اللي هو ايه؟ في هنا بولز، فبتعمل بتقلل لك الفيز بشكل معين، صح ولا لا؟ فتشوف هي بتقلل لك بكام؟ بالسلوب ده، يبقى انا لازم ابدا من هنا، صح ولا لا؟ تمام؟ فده الريفرنس بتاعك، ماشي؟ هو ممكن ينطبق بول على زيرو؟ ممكن ينطبق قول على زيرو او ممكن المساله اللي جايه كله نفس النقطه انت هيلاشوا بعض كده كده هيلاشوا بعض تمام فممكن. طيب بص اسمع النيجاتيف 90 ديجري فيرتيكي. طيب هي دي احنا عندنا اللي هي 10، ال 10 دي ايه؟ 2 بولز، صح؟ فمبدئيا كده ال 10 تاثيرها هيبقى من 1 ل 100 قبلها قد كده وبعدها قد كده. طيب البول الواحد الاسلوب بتاعه كام؟ نيجاتيف 45، فانا عندي 2 بولز يبقى الاسلوب بتاعهم نيجاتيف 90 بس، او بتجمعهم عادي تمام؟ بس وبعد كده بتشوف انت بادئ منين وتبتدي ده اللي يقول لك بقى هتتحركي ازاي، خلاص؟ لحد جاي في مشكله؟ طيب بص في ممكن الدكتور في الامتحان او في الكويزات او يقول لك المساله دي ويقول لك ان الفاينل فيز بتاعها بكام؟ على طول، يعني يقول لك الفاينل فيز بكام؟ فانا ممكن ارسم، اقعد ارسم بقى اتشقلب اقعد ايه ربع ساعه ارسم فيه، وممكن اجاوب خطوه واحده حلو.
اللي هو الفاينل فيز. يعني ايه الفاينل فيز بتاع المساله دي بكام؟ ناقص 90. يقول لك عايز الفاينل فيز او الفيز ات انفينيتي ات اوميجا ايكوال انفينيتي او ات فيري هاي فريكوانسي. خلاص كده. فده معناه انه هيثبت عند مين يعني من الاخر. حلو. فده اسهل طريقه بالنسبه لنا ان احنا نعمل ايه؟ نجيب معادله. نجيب معادله للزاويه. حلو. ازاي يعني؟ ايه معادله الزاويه؟ بص كرياضه بقى يعني جيبك رياضه تجيب معادله الزاويه. معادله الزاويه في المساله دي اللي هي زاويه الاتش هتبقى الاس سكوير زاويتها كام؟ 180 زائد تان انفرس اوميجا على 1000. طيب في كام تان انفرس ده؟ نيجاتيف صح. اللي تحت دول كام نيجاتيف؟ 3 4 4. الاس سكوير دي اللي هي المتربعه دي هتبقى كام؟ تان انفرس وتان انفرس صح كده؟ اللي هي ناقص 2 تان انفرس اوميجا على 10 ناقص تان انفرس اوميجا على 10 باور 5 ناقص تان انفرس اوميجا على 10 باور 8. طيب لو حطيت الاوميجا في بنا نهائي تان انفرس في بنا نهائي بكام؟ 90 درجه. تان انفرس في بنا نهائي 90 درجه. تان 90 بكام؟ انفينيتي صح كده؟ يبقى ايه الزاويه اللي التان بتاعها انفينيتي؟ هي 90. خلاص كده؟ فهتقول ان زاويه الاتش ات انفينيتي ايكوال 180 دي هتتغير؟ لا. تجيب معادله زائد دي كام دي؟ اي تاني انفرس هتبقى بكام؟ 90 زائد 90 ناقص 2 في 90 ناقص 90 ناقص 90 صح كده؟ فهتلاقي في الاخر التسعينات دي هتطير مع 180 وال90 ناقص 180 هتدي لك ناقص 90. خلاص؟ يبقى انت ممكن تجيبها بالمعادله على طول. ماشي؟ احسن ما تقعد ترسم. خلاص؟ ده الكلام ده امتى؟ لو قال لك انا عايز الاوميجا ات الزاويه ات انفينيتي. خلاص؟ او اي زاويه ثانيه يعني. لا ما هو اي زاويه ثانيه انت ممكن يعني انت انا ممكن اي زاويه ثانيه اجيبها بالمعادله على فكره. بس يعني في الحاله دي لا لازم يعني يفضل ترسم لان كده كده ايه هو ممكن ما يقولكش انا عايز مثلا مش عايز الزاويه عند الاوميجا ب 100 ممكن يقول لك كده. بس في الاغلب هيقول لك لو جت مساله زي كده هيقول لك ارسم المده دي صح كده. فكده كده لازم ترسم. ماشي. انا فاهم ان انت ممكن تجيب اي زاويه اي زاويه كده بالمعادله دي. حط الاوميجا ب 100 واشتغل ممكن. بس انا بقول لك في الاخر هو مساله زي كده لو جت لازم هيقول لك ارسم الايه؟ ارسم البوت دياجرام الاول. فهترسمه. انا بتكلم ان كيس بس طلب الفاينل فيز وبس. فلو طلب الفاينل فيز وبس دي تبقى موجوده في مسائل الكويزات والحاجات دي. لو طلب الفاينل فيز وبس هتشتغل كده على طول من غير ما تفكر. تمام؟ فيها مشكله المساله دي؟ واضح؟ طيب تعالى نشوف واحده ثانيه. هو احنا قاعدين صح واحده بس صح. ايه هنحل مساله كمان بس واحده. هو المفروض انا عايز احل كويزات بقى دي بس خلاص خليها المره الجايه بقى. بس الناس تيجي مذاكره الكلام ده يعني مسالتين دول تبقوا مذاكرينها. ماشي. ف يعني تبقوا فاهمين معايا بس لا افتح الجروب هتلاقيه رجع. هتلاقيه رجع. افتح الجروب هتلاقيه رجع. طيب بص المسألة دي نديلك هنا الاتش اوف اس بالمنطقة زي كده. اس في اس زائد واحد في واحد ناقص اس على 10 باور 9 وهنا نديلك ده الجيم. طبعا هجيب أول حاجة زيروز البوت. فأنا عندي الزيروز بتاع هنا في تلاتة زيروز زيرو و ناقص واحد وبوزيتيف 10 باور 9 صح كده؟ ده اسمه رايت هاند بلين زيرو. ده كده اسمه رايت هاند بلين زيرو صح؟ طيب البولز هيبقى ناقص 10 ناقص 100 وناقص 100 دول وناقص 10 باور 6 وناقص 10 باور 9. هل في اي حاجه فيهم رايت هاند بلين بول؟ لا كلهم ليفت هاند بلين صح كده؟ فيها مشكله؟ طيب طبعا الاوميجات هي هي بس للموجب بتاعت كل الكلام ده. الاوميجات هي هي بس للموجب. ماشي؟ هنرسم بقى الكلام ده كماجنتيود الاول. نرسم كماجنتيود كده في البدايه. هيبقى هتقسمها اول حاجه هنا لا اوميجا بواحد 10 عندك مكتب الموبايل يستخدم الحاجه دي واحدة قبل واحدة يعني؟ قول لي مرتين عشان كده. قول لي عن ايه؟ لا رايت ولا ايه تعملهم انت بي دي اف وتبعتهم لي. انا قلت البولز مفيش منهم اي واحدة في الرايت لكن ده في واحدة زيرو في الرايت هاند تمام؟ طيب بصوا هنا نوصل هو كام صورة؟
20 40 اعملهم انت عامل بسيط. انا عايز بقى الناس تبدا تقول معايا كده هنعمل ايه بقى. اول حاجه بس قبل ما تبدا اي حاجه علم لي على اماكن البولز والزيرو. حلو. فانا عند الواحد في هنا كده ده ايه ده بول ولا زيرو؟ زيرو. طبعا ما نعملش كده في الامتحان. انا بعمل كده انت لسه ايه عشان لسه في البدايه بس كده هترسمها على طول. بيحط نقطه فيكس ايه نقطه. ايوه ما هو انت قصدك يعني الدكتور نفسه هو بيرسم الفولت ده. لا ماشي كده بيحط نقطه على الواحد. مش فاهم هو كده كده انت ولا هتحط نقطه ولا هتحط سهم. انت كده كده هتعمل ايه؟ هترسم بس. يعني انت في الاخر انت لازم ترسمها بس يعني مش لازم ولا نقطه ولا بتاع. ماشي. بس انت قصدك يعني هو بيعمل كده عند الواحد زي عند ده كده كده تمام. ماشي ممكن تعمل كده بس انت متاكد ان هو ده اللي بيحصل عشان بس ما اقولش حاجه. ماشي. ف يلا هنحط هنا بس عشان يا باشمهندس يا ابني بس عشان ما تتلخبطش. لو انا يعني انا هحط هنا اللي هي الزيروز والفولز بس في الاس بلين ده حاجه غير الاس بلين. يعني ده هل انا كده شغال في الاس بلين؟ لا انا بس البول دايجرام. الاس بلين قصه ثانيه اللي هو الرايت هاند بلين ولا الليفت هاند بلين. فاهمين حاجه؟ ماشي. يعني انا المساله دي بالمره عشان ابقى خلصت. يعني لو حبينا نرسم الاس بلين المساله دي حد يقول لي هنعمل ايه؟ ادي الاس بلين اهو. لو هو قال لك صراحه كده وقع لي بولز وزيروز في الاس بلين فهيبقى زيرو عند الصفر وزيرو عند الناقص واحد وزيرو عند البوزيتيف 10 باور 9. ده رايت هاند بلين زيرو صح كده؟ البولز عند الناقص 10 باور 2 يعني الناقص 100 في هنا 2 صح كده؟ في هنا 2 و 10 باور 6 و 10 باور 9 دي نيجاتيف 10 باور 6 ونيجاتيف 10 باور 9. يبقى انا هنا عندي اربع بولز اهم دول في الليفت هاند بلين عندي 3 زيروز اهم. طيب فيها مشكله؟ خلاص؟ انا دلوقتي هرجع بقى للمساله عايزين نرسم بقى. ففي اول حاجه عند الواحد في هنا ايه؟ في هنا زيرو ماشي. وعند ال100 في اثنين بولز. عند ال100 في اثنين بولز ادي بول وادي بول هي اكس يعني اكس واكس خلاص. طيب عند ال 10 باور 6 في بول برضه 10 باور 6. عند ال 10 باور 9 في بول ماشي. طيب واحده واحده انت كده علمت على الاماكن اللي فيها الايه الحاجات اللي هتحصل يعني. فاول حاجه اول سلوب مين اللي محدده في زيرو برضه عند في زيرو عند التمبر 9 في زيرو عند التمبر 9 تمام. هنا ده فوق هيبقى هنا. طيب بص هنا في بول وزيرو حلو. طب يا باشمهندس ليه ما لاشوش بعض؟ ليه ما لاشوش بعض بقى؟ هما لاشوا بعض. اسمع يا ابني هما لاشوا بعض في الماجنتيود. هنشوف كده يعني في الماجنتيود انت مش هتحس بحاجه خلاص. لكن في الفيز ما ينفعش يشيلهاش بعض. ليه؟ لان دي اشارته ايه؟ سالبه ودي اشارته موجبه. هل الفيز بيعدي الاشارات؟ لا الفيز لازم ايه تخش في الاشارات صح كده؟ لكن الماجنتيود بالنسبه لي مش مؤثره. يعني الاثنين دول هيلاشوا بعض كماجنتيود تمام؟ لكن كفيز لا مش هيلاشوا بعض. حلو؟ طب لو دي كانت موجب؟ لا ما هو موجب اصلا هيلاشوا بعض في كل حاجه صح ولا لا؟ لما دي موجب ودي موجب ما خلاص يعني هما هيلاشوا بعض اصلا كده كده في كل حاجه صح؟ فيها مشكله دي؟ واضح. لكن هنا في بول وزيرو على بعض هيلاشوا بعض في الماجنتيود لكن مش هيلاشوا بعض في الفيز. لو واحده كانت سكوير يعني ايه لو واحده كانت سكوير؟ كانت سكوير ماشي. ما واحد ناقص اس على 10 باور 9 وواحد ناقص اس يعني هي ايه المشكله؟ يعني في عندي 2 زيروز هنا و1 بول هنا صح كده؟ الاثنين بيظهروا عند مين؟ ال 10 باور 9 مش هيلاشوا بعض. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ تأثير ده يبقى بواحده بس صح؟ يعني هما برضه هيلاشوا بعض صح؟ بس اللي هيتبقى ان في زيرو اعلى في زيرو اكتر فده هيشتغل صح؟ لكن كده كده ده وده في الماجنتيود هيلاشوا بعض لو هما وحيد لو هما قد بعض ماشي؟ خلينا لما نرسمها هنفهمها تمام؟ طيب ركز بقى معايا يا جماعه صوت. طيب بالشكل ده بقى اول سلوب مين اللي بيحدده؟ الاس لوحدها دي فالاس لوحدها موجبه حلو؟ دي زيرو ولا فول؟ زيرو. يبقى بتزود السلوب 20. يبقى انت كده كده انت داخل المساله اصلا بسلوب 20 ديسيمال فيرتيكي بيعدي بمين؟ في الاوريجن. فبص ركز بقى معايا ده كده بوينت 1 اهو وده بوينت ناقص 20 فهتبقى السلوب بتاعك جاي كده ب 20 ديسيمال فيرتيكي. طيب بالمناسبه بقى لو الاس دي كانت تحت يعني نفس المساله بس الاس بقى اول سلوب هيبقى مين؟
ناقص 20. ناقص 20 ده اللي هو جاي ازاي؟ جاي من هنا، لازم يمر بالاوريجن صح كده؟ تمام؟ لو الاس مش موجوده بقى خالص، لو الاس مش موجوده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا محمد؟ تمام؟ هيبدا جاي كده عادي هوريزونتال، مفيش ايه مفيش ايه. طيب ده كده اول جزء، لحد جاي في مشكله؟ طيب اللي هيحصل هنا بقى ايه؟ هيقابلنا زيرو عند الواحد. الزيرو ده بيعمل ايه في الدنيا بقى؟ بيزود صح كده؟ يعني الاسلوب هيبقى 40. 40 يعني انت عند ال 10، عند ال 10 هتكون وصلت لمين؟ لل 40 ديسيبل. يبقى الاسلوب بتاعك هيزيد لان الميل بتاعك 40 ديسيبل لكل دي. طب سؤال بقى، ال 40 دي هتفضل ماشيه لحد فين؟ لحد ال 100 صح كده؟ طيب عند ال 100 هتكون وصلت لمين؟ انا هنا وصلت لل 40 عند ال 10 وانا ماشي بالاسلوب ده لحد ال 100 هكون وصلت لكام؟ 80. ها 80. ليه 80؟ انا هنا 40، انا هنا في اللحظه دي 40، انا لسه هكمل صح كده؟ هفضل بكام؟ لحد هنا هقف هنا 80. ليه عرفت منين 80؟ ما هو الديكيت الواحد انت بتطلع 40 مره صح؟ 40 ديسيبل. فيبقى ال 2 ديكيت هتكون دلوقتي كام؟ 80. خلاص كده؟ هي المشكله دي؟ طيب وقفت عند ال 80 هنا، ايه اللي هيحصل بقى؟ انا كنت طالع لهم ب 40 ديسيبل، جه كام بول؟ 2 هينزلوك بكام؟ ب 40 وانت كنت اصلا 40، فايه اللي هيحصل؟ هتزيد. هفضل ثابت لحد 10 باور 6، ثابت لحد 10 باور 6. 10 باور 6 دي ايه؟ بول صح؟ هتعمل لك ايه؟ هتنزل ب 20 لحد هنا. ايه اللي هيحصل بقى؟ بص انا 80 اصلا، عند 10 باور 7 هكون وصلت لكام؟ 60. بعد كده 40 هنا 20، يبقى هكون وصلت هنا دي 20 كده بالميل ده اللي هو ناقص 20 ديسيبل بالميل. طيب اخر حاجه بقى هنا، بص انا هنا عندي بول وزيرو، بول وزيرو، ايه اللي هيحصل؟ اطلع وانزل في نفس الوقت، يبقى ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، مفيش حاجه، مفيش تاثير هيحصل صح؟ يبقى اكمل على انا عليه. اسمع، لو كان في زيرو بس هيحاول يزود لك السلوب، انا كنت ناقص 20 هيزودوا لي بزائد 20 يعني هزمه صح كده؟ طيب لو في بول وزيرو ايه اللي هيعمله؟ ما هيلاش تاثير بعض، فهفضل زي ما انا صح كده؟ يعني ايه هفضل زي ما انا؟ يعني هنزل بنفس الميل، يبقى هعدي هنا، هعدي هنا بالصفر واكمل صح كده؟ تمام؟ يبقى ده كده شكل البول دايجرام. هي المشكله دي؟ طيب نبص بالنسبه لرسمه الفيز، رسمه الفيز، حد بس الاول عنده سؤال في رسمه الماجنتيود؟ ها؟ ينفع اول حته ثاني؟ اول حته خالص ماشي. في البدايه خالص الاس، اسمع يلا يلا البدايه خالص اللي هي الاس دي، الاس دي زيرو ولا بول؟ زيرو. يبقى اول سلوب لي بوزيتيف 20 ديسيبل بير ديجري صح كده؟ ده لازم يمر بمين ده يا معلم؟ ماشي. هتفضل ماشي بيه لحد فين؟ لحد اول تغير يقابلني صح كده؟ فانا فضلت ماشي لحد هنا، مش ده اول تغير؟ طيب التغير ده بول ولا زيرو؟ زيرو، يعني هزيد. هزيد بكام؟ ب 20. انا كنت 20 وهزيد ب 20، يبقى الاسلوب هيبقى ايه؟ ب 40. فالاسلوب هيتكسر هيزيد، هيبقى ب 40 صح؟ فهتفضل مكمل بيه لحد ال 100. فلما توصل لل 100 هتكون وصلت لكام بقى؟ بالاسلوب الجديد بتاعك ده لل 8، فهتوصل على 8 وهكذا ماشي؟ فيها مشكله دي؟ طيب تعالى نشوف الفيز بقى، الفيز هيبقى عامل ازاي؟ بص الفيز هرسم لك هنا بس الاول رسمه الفيز ك يعني سلوبس، وبعد كده نتفاهم بقى. بص السلوبس هنا انت عندك الايه؟ هنا عندي بول، اتنين بولز صح؟ فتاثيرهم بيبقى فين في الفيز؟ تاثيرهم قبل الديكيد وبعد الديكيد، يعني 10 و 10 باور 1. هتعمل كرات؟ طيب حد يقول لنا؟ الاسلوب هنا يبقى كام يا محمد؟ البول الواحده الاسلوب بتاعها ناقص 45، الاثنين ناقص 90، يبقى ناقص 90 ديجري بير ديكيد في المنطقه دي. طيب وبعد كده انا في حاجه سقطتها، دي دي سقط صح؟ دي دي الزيرو دي ايه؟ هيحصل الزيرو دي النطاق بتاعها برضه من 10 وقبلها بديكيد اللي هو كام؟ 1.1 صح كده؟ تاثيرها هيبقى كام؟ تاثيرها هيبقى بوزيتيف 45، بوزيتيف 45 ديجري بير ديجري خلاص؟ ماشي. يبقى انا خلصت من دي وخلصت من الاثنين دول البولز دول، بعد كده هيبقى عند 10 باور 6 هيبقى تاثيرها عند 10 باور 5 و 10 باور 7. السلوب بتاعها بناقص 45 ديجري بير ديجري عشان ده بول. بعد كده هنا في بول وزيرو، بول وزيرو، فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل البول والزيرو بص
ركز بقى معايا عشان دي فيها فكره. هنا قول وزيرو بس طبعا دي اللي هي فيها سالب ماشي. ونطبق التاثير مبدئيا هنا وهنا. ركز بقى معايا بص البول وزيرو دول اللي عند التيمبو اونلاين هيعملوا ايه؟ انت ممكن تقول لك خلاص يا باشا واقف صح كده؟ لا لازم ترجع بقى ساعتها ترجع تبص في الفيس لازم ما يعني في الفيس حته البول والزيرو دي لازم تشيك هم ليفت هاند بلين ولا رايت هاند بلين يعني لازم تشوف هم اشارتهم مجابه ولا سليمه ماشي. ليه بقى؟ لانه الفيس يعني بيأثر فيه زاويه ولا لا؟ بتأثر فيه زاويه. بص مبدئيا نتفق على حاجه انه دي لو كانت لوحدها بتعمل سلوب بكام؟ ناقص 45 ده بول عادي خالص صح كده؟ ناقص 45. طيب دي لو كانت مجابه هتعمل سلوب بكام؟ زائد 45 بس هي ايه؟ سالبه هتعمل سلوب بكام برضو؟ ناقص 45 يبقى ناقص 45 وده ناقص 45 يبقى ناقص 90 يبقى خلي بالك من الفيز الموج يبقى فيه خدعه حته الموجه بوستيلا خلاص؟ حد جاي في مشكله؟ طيب هبدا رسمة الفيز ازاي؟ ببداها ازاي؟ الاس لوحدها هو 90 الاس لوحدها كام؟ 90 يبقى انا هبدا الرسمه دي كلها من 90 ماشي؟ فواحده واحده تعال نشوف هنبداها ازاي؟ خلاص دي كده طبعا هترسم دي تحت دي يعني رسمه الماجنتيود تحتها رسمه الايه؟ الفيز ماشي. بص هعيد تاني حته الزاويه بتاعت التيم باور 9 ماشي؟ بص التيم باور 9 ركز بقى معايا التيم باور 9 دي فيها بولز وفيها 1 بول 1 زيرو فبتلاقي البول دي طبيعيه فالسلوب بتاعها لوحدها هيبقى كام؟ ناقص 45 حد عنده اعتراض على دي؟ طيب دي لو كان الزيرو هنا ده موجب ده وده كان موجب ده هيبقى هيعمل لك كام؟ زائد 45 طب هو سالب يبقى هيعمل نيجاتيف 45 صح كده؟ يبقى خلي بالي البولز والزيروز في الفيز لوحدهم مش كافيين لازم اعرف هم رايت هاند بلين ولا ليفت هاند بلين خلاص؟ فبمسك ده طبيعي يبقى ناقص 45 هو طبيعي بول طبيعي ده زيرو مش طبيعي يعني ايه؟ لو كان طبيعي كان ايه اللي هيحصل؟ بوزيتيف 45 صح كده؟ لا لكن هو في سالب يبقى ايه اللي هيحصل؟ مش طبيعي ناقص 45 صح كده؟ يبقى هقولها تاني ولا ايه؟ معايا؟ بول وزيرو البول بناقص 45 لو هو مكتوب بالموجب صح كده؟ لو ده كان مكتوب بالموجب هيعمل ايه؟ زائد 45 صح كده؟ طيب هو ده مكتوب سالب يبقى ده في حاجه غلط صح كده؟ يبقى بدل البوست 45 هيبقى كام؟ نيجاتيف 45 فنيجاتيف 45 ونيجاتيف 45 يبقى نيجاتيف 90 في المنطقه دي صح كده؟ طيب يبقى تعالى نرسم هبدا ب بوزيتيف 90 زي ما احنا اتفقنا ماشي بس منين بقى لفين يعني بتبدا من شمال خالص لحد فين؟ اول منطقه تغيير بقى فين اول منطقه تغيير؟ اهو عند البوينت 1 صح كده؟ يبقى انا هفضل ماشي بال 90 لحد ما اخبط في البوينت 1 خلاص؟ طيب هيحصل ايه بعد كده؟ السلوب هيزيد زائد 45 لكل ديكيد من هنا لغايه 10 طيب يبقى انا عند ال 10 اكون وصلت لمين؟ 135 هنا عند الواحد 135 عند ال 10 اكون وصلت لكام؟ 180 بعدين عند ال 10 اكون وصلت لل 180 ليه يا باشمهندس؟ ليه؟ مش ده ديكيد؟ هتكون زدت كام؟ 45 يعني بقيت عند ال 135 زودت كمان 45 بقيت كام؟ بقيت 180 عند ال 10 هي مشكله؟ طيب من بعد ال 10 هتنزل ناقص 90 لكل ديكيد يعني ايه؟ يعني عند ال 100 هكون وصلت لكام؟ لل 90 عند ال 1000 زيرو بس واقف هنا خلاص؟ هكمل بعد كده هل في حاجه هنا؟ لا هكمل زيرو لحد ال 10 باور 5 اقف عند ال 10 باور 5 السلوب ناقص 45 ديجري لكل ديكيد فهيبقى لحد ما اوصل لل 10 باور 7 هكون وصلت للناقص 90 هنا بقى ناقص 90 تمام؟ طيب وبعدين هثبت زيرو مفيش حاجه هنا اهو زيرو وبعد كده من 10 باور 9 8 لل 10 باور 10 ناقص 90 ناقص 90 لكل ديكيد يعني انا عند ال 10 باور 9 هكون ناقص 180 بعد كده ناقص 270 فهتنزل لحد ال 10 باور 10 هتثبت عن الناقص 270 صح كده؟ تمام؟ طيب لو عايز اتاكد برضو الفاينل انسر بتاعي صح ولا لا؟ لان انت ممكن تعملها بدل الرياضه على طول فهنعملها على الهوا كده على طول يعني دي هتبقى 90 وتعمل انفرس يبقى كام؟ 90 كمان ودي لا دي مش هتعرف تعملها على طول تعالى نكتبها عشان تجيبها طيب بص تعالى نعملها كده الزاويه عند الانفينيتي تصور يعني
هتساوي اول واحده دي كام؟ 90 زائد ثاني انفرس. طيب اللي بعدها زائد ثاني انفرس ولا ناقص ثاني انفرس؟ ناقص ثاني انفرس. بعد كده ناقص 2 ثاني انفرس عشان هم سكوير. ناقص ثاني انفرس ناقص ثاني انفرس. طبعا ما بكتبش اللي جواها لان هيبقى كام على طول كل دول 90 خلاص. فدي هتبقى 90 زائد 90 ناقص 90 ناقص 180 ناقص 90 ناقص 90. فهلاقي 90 وال 90 طبعا مع دول هيبقى لك ناقص 270 خلاص كده. يبقى اذا الفيز الاخير بناقص 270 خلاص. ايه المشكله الرسومات دي؟ الناس تيجي مره جايه مذاكره ماشي ذاكر الكلام. طب معلش دي واحده بس دي واحده دي واحده. لو كان بص كل المسائل اللي احنا رسمناها كانت كلها بدون كورس صح كده. طيب يعني مثلا لو الرسمه بتاعتك كانت كده ماشي ودي عند ال 40 مثلا يعني خلاص ودي كده عند ال 80. فلو كانت المساله سي فور اكزامبل ال اتش اوف اس بتساوي مش عارف 1 زائد اس على 100 وهنا في كورستنت ب 100 مثلا او ب 10 خلاص. طيب بص لو في كورستنت ب 10 الاول ارسم المساله من غيره خلاص كده. ارسم المساله من غيره عادي زي ما احنا عملنا حلو. طب ال 10 دي يعمل فيها ايه؟ مش ال 10 دي بتشفت الرسمه فوق ب 20 ديسيمال بيردي كيد صح كده؟ فبعد ما ترسم الرسمه دي خالص انت كنت هنا عند الزيرو مثلا صح كده؟ هتعمل ايه؟ هنا مثلا عند الزيرو وهنا عند ال 40 عارف هتعمل ايه؟ عندك حل من اتنين يا اما هتشفت الرسمه كلها بقيمه كام ديسيمال؟ 20 لوج 10 اللي هو كام يعني؟ 20 ديسيمال لفوق صح كده؟ يبقى انت ممكن ترسم رسمه ثانيه موازيه لدي بالظبط ماشي ده حل. او الحل التاني ان انت تعمل ايه؟ تشيل ده خالص ده مش زيرو ده كام؟ ده 20 وتشيل ده خالص ده مش 40 ده كام؟ 60 وده 100 صح كده؟ تمام؟ يبقى كاني شفت الرسمه لفوق ماشي فاهمين الفكره؟ واضح؟ ما تحسبها انت الشيفت هيبقى كام؟ 20 لوج الكونستنت. فالكونستنت لو ب 10 يبقى 20 لوج 10 لو 100 يبقى 20 لوج 100 اللي هي تبقى 40 وهكذا ماشي. المره الجايه حل واحد على الكونستنت تمام. لا الفيز ملوش دعوه خالص. الفيز اللي معاه ليه دعوه بالكونستنت اللي زاويه الكونستنت بكام اصلا؟ صور 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 الاجابه خلاص كده تمام. انا عم شوف مظبوط ولا شوف يا حبيبي براحتك يا حبيبي شوف بعتهم لي بقى.